بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. يسعدنا ان نلتقي مره اخرى بعد طول غياب. خدنا فتره طويله من ساعه ما انهينا الكورس الثالث. مشاغل الرعايه طبعا، الالتزامات الرعوية أحيانا بتبقى تشغل عن البحث والترتيب والتجهيز، فأعتذر عن هذه الفترة اللي اتأخرت فيها. الموضوع اللي احنا بندرسه موضوع متخصص جدا، حيوي. الهدف الرئيسي منه نعرف إيماننا، وخصوصا لما يكون موضوع خلافي ومطلوب مني إن أعتنق عقيدة معينة وفي نقط تكون عليها خلاف، فلازم أكون عالم بمن آمنت. فلازم الحتة دي أو النقط دي تكون مفهومة كويس، وإلا هقول ليه أنا أرثوذكسي، ليه مش كذا، ليه مش كذا؟ هل عشان أنا اتولدت ولقيت نفسي كده، ولا لابد أن يكون لي قناعة؟ فأولا ده لبنياننا الروحي وبنياننا الإيماني، ان نكون عارفين بنؤمن بايه ويكون ايماننا راسخ بعقيدتنا وبتاريخنا. وفي نفس الوقت بندرس وبندرس بقلوب مفتوحة. لنا ايمان نتمسك بيه، ولكن قلبنا مفتوح لكل اخواتنا حتى اللي بنختلف معاهم. ما احناش في سجال وعداء مع احد، بل بالعكس، لما نكون في ناس مختلفة في بعض النقط او في اي موضوع وعايزين يتقربوا مع بعض ويتوحدوا، اول كل حاجه بتتحدد نقط الخلاف. طب تعالوا نقعد، احنا مختلفين في ايه؟ والا يبقى كاني بندفن راسنا ونكتفي بالمحبه الظاهريه اللي هي بالفعل موجوده، لان الكتاب بيقول احبوا اعداءكم. فاذا كان مطلوب مننا نحب اعداءنا، فكم وكم اخواتنا اللي هم مؤمنين لكن لهم فكر مختلف عننا. فبدافع الحب بنفهم احنا مختلفين في ايه، علشان بروح المحبة والفهم الموضوعي والمنطقي ممكن نقدر نتقارب. لما يناقش الموضوع مجرد من اي حساسيات تاريخية أو مواقف لأناس في القديم، يهمنا الموضوع اللاهوتي والإيماني نفسه. فلما نفهمه بصورة موضوعية وبدراسة دقيقة، فنقدر ناخد خطوات للأمام في التقارب مع بعضنا البعض ليصير الكل واحداً. فلابد ان يكون الهدف ده واضح قدامنا. ايه هدف دراستنا؟ اولا لمعرفتنا الشخصية، احب ليا ايمان اكون عارف انا بؤمن بايه، وخصوصا لو في نقاط خلافية. طب انا خياراتي ايه وليه؟ وفي نوع من الوفاء والتقدير لابائنا
العظام الأبطال اللي صمدوا أمام التجارب العاتية ودفعوا الثمن غالي لكي يحافظوا لينا على الإيمان اللي وصل بين إيدينا الآن. إحنا بندرس الموضوع حسب ما هو معلن. موضوع الكورسات اللي خدناه هو مفروض كورس واحد يعني بسلسلة يعني تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلق دونيين. وإحنا أجملنا كلمة الخلق دونيين لأن ما هماش كنيسة واحدة أو طائفة واحدة ولكن الكنائس الخلقدونية بتشمل الكنيسة البيزنطية أو الكنائس البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية والعائلة الأرثوذكسية بتاعتنا معروفة طبعا لينا. يعني درسنا ثلاث كورسات. البعض يتخيل ان احنا بندخل في تفاصيل كتيرة لكن احنا بنحاول نوجز لان ده تاريخ قرون والفكر نفسه حصل فيه تطوير وحصل فيه توالد لبعض الخلافات اللي ما كانتش موجودة قبل كده وجدت. الكورس بتاعنا بدأنا نوصل بيه لمحطة ممكن عندها يبقى لو ربنا يعني بنعمته يدينا نعمة ونكمله يبقى وصلنا لمحطة بيها نقدر ناخد فكرة مجملة عن الموضوع بحيث بعد كده ممكن يبقى فيه استكمالا بتفصيلات أخرى في الموضوع بأكثر تخصصا. الموضوع اللي أعلننا عنه عن هذا الكورس الأرثوذكس ونقاط الخلاف مع الخلقدونيين ودي هنوصل فيه لمحطة تاريخية معينة التطويرات اللي حصلت في الفكر ايه وبنمشي واحدة واحدة خطوة خطوة زي ما اتعودنا ماشيين. عشان كده قلنا الدراسة دي دراسة منهجية ما ينفعش حد يدخلها من النص مش هيفهمنا او احيانا ممكن الامور تفهم خطأ. فخطوة بتسلم التانية لحد ما بتكتمل الرؤية. احنا ختمنا الكورس الماضي بمجمع خلق دنيا وما تم فيه واظن يعني مفروض مراجعين ولا مش ولا ناسيين مش عايز اضيع وقت في المراجعة الحقيقة لكن بعض الحاجات ممكن يشار اليها في السكة واحنا بنقول لكن طبعا كان في مآخذ كتيرة على هذا المجمع غير الشرعي عشان كده كنيستنا لا تعترف بها على الإطلاق انه مجمع مسكوني يفتقر
لكل قواعد المجمع الشرعي المسكوني، بل بالعكس المجمع المسكوني اللي بيكون عليه إجماع وتوافق الكنائس كلها. لكن للأسف المجمع ده كان تبعاته سيئة للغاية على المستوى الكنسي والسياسي والدولي. هو ما قسمش الكنيسة وبس، ده كان من نتيجته انهيار الإمبراطورية الرومانية بالكامل. للأسف الشديد بعض الناس بالتعنت والكبرياء يزوروا التاريخ ويظهروا المجني عليه كأنه هو الجاني وهو السبب. ما هو لو ما كنتوش انتوا رفضتوا او ما كانش اترفض كان يعني ما بقاش في مشكلة. وليعلموا أن الأمر يتعلق بالإيمان. أبائنا عشان يتمسكوا بالإيمان دفعوا الثمن غالي في الوقت اللي هو مجمع خلق دنيا. زي ما حكينا قبل كده بدأ يبقى في تقاسم للغنائم، كل واحد يعني إيه تآمر فيه يدور على نصيبه. حصل اختلاف ما بين المشتركين فيه بعد ما خلصوا من اللي بيعتبروه عقبة أمامهم وهو البابا ديوسكوروس بطل الأرثوذكسية العظيم. بدأوا يتنازعوا مع بعض على الغنائم اللي ممكن يقتنوها. أنا هحاول بقدر الإمكان هقتصد في الجانب التاريخي وركز على الموضوع واللاهوتي إلا فيما يخص النقط الخلافية اللي هي حتى تاريخيا بتسرد بروايات غير حقيقية غير سليمة. وكعادتنا بنرجع للمراجع من الجميع، ما بنعتمدش علينا بس، ولا سيما المراجع القديمة وبعض العلماء الموضوعيين اللي هم مش أرثوذكس. عنوان المحاضرة اللي هنتكلم فيها النهاردة تبعات مجمع خلق دنيا ونياحة البابا ديوسكوروس. بعد أن انفض مجمع خلق دنيا بعد جلسته الختامية في يوم 1 نوفمبر 451، وكان الإمبراطور والإمبراطورة راضيين وفاكرين ان هم حققوا اهدافهم وغايتهم، وبعد ما نجحوا في ارغام كل المشاركين ان هم يوقعوا بالرغم من وجود شكوى من انه قد تم استخدام القوة لجمع التوقيعات في المجمع، والمؤرخ السورياني زكريا الفصيح يقول ولكن أستاسيوس أسقف بيروت عندما وقع الوثيقة اللي هي الطوموس وتحديد إيمان خلق دنيا كتب تحتها هذه المكروهة، أو يعني وصفها بوصف كده
كتبتها تحت الإكراه ولست موافقا عليها، وبكى بشدة. وفعل كذلك أيضا الآخرون الذين صرحوا بها تحت الإكراه. الكلام ده مين اللي قاله؟ زكريا الفصيح. لأن للأسف حتى اللي كانوا متمسكين بإيمانهم، أستاسيوس زكا من الشخصيات الجميلة اللي كان له مواقف رائعة، الكل خار وانهار ولم يبقى إلا بطل الأرثوذكسية العظيم وحده في موقف لا مثيل له في تاريخ الكنيسة كلها، حتى أنه قال: إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. ورغم أنه عالم ما يترتب على ذلك من تضحية شخصية، فليس له مغانم ولا أطماع، بل ما له فقده فيما يخص الأرضيات، ولكن في سبيل أن يكسب إيمانه السمائيات ضحى بكل شيء من أجل الله ومن أجل أبنائه. بنقول بعد ما وقعوا بالإكراه وقلنا أستاسيوس عمل إيه؟ صدق الإمبراطور على قوانين المجمع، وكان قد شرح بالفعل خطته في ذلك الاتجاه في يوم 25 أكتوبر بعد خطابه الموجه إلى المجمع الذي ذكر فيه أن أي أحد سيعارض أو يخالف تعريف الإيمان الخاص بالمجمع سوف يعاقب، فلو كان موظفا في الحكومة سيفقد وظيفته، وإذا كان مواطنا عاديا سيتم طرده من المدينة، أما إذا كان من الإكليروس فسوف يفقد رتبته ويعرض نفسه لعقوبات إضافية. كما زعم كذلك أن المعارضين لمجمع خلقدونيا لابد وأن يكونوا هراطقة، كما زعم مرقيان أن المجمع لم يبتكر على الإطلاق شيئا جديدا عن الإيمان. كل حاجة بيقولوها كان عكسها، خدوها بالعكس على طول، لم يبتكر شيئا على الإطلاق شيئا جديدا عن الإيمان الرسولي، زعيما أنه في جميع النواحي اتبع تعليم أثناسيوس وتوفيلوس وكيرلس. العكس تماما، وأصر على أن المجمع قد أدان أطاخي لأنه اتبع أبوليناريوس، وقد صار ديسقورس وراء أطاخي، وكلاهما كان يعلم بأفكار أبوليناريوس، وهذا لم يحدث. أطاخي أصلا لم يحكم في المجمع اللي هما بيدعوا أن عملوا المجمع علشان، أطاخي لم يحضر ولم يحاكم، والبابا ديسقورس نفسه وقف في المجمع قالوا له: انت هلت أطاخي؟ قال: ده لو أطاخي قال كده انا لا احابي احد، يستحق نار جهنم، حتى مش يعني ما بنحابيش حد، لكن أطاخي بحسب وقائع مجمع القسطنطينية اللي احنا درسناه واللجنة اللي شكلها الإمبراطور اللي أقرت إن في تزوير، طلع بريء. كل الكلام اللي منسوب إليه مصدره مين؟ سؤدوريتوس. لما قلنا ساعتها إنه كان بدأ الخناق يضيق عليه وكان أطاخي له دور، فكان لابد من التخلص من أطاخي. احنا لن ندافع عن أطاخي،
كل الفكر المنسوب إليه لا نرفضه تماما. حتى أطاخي محروم حاليا على شهادتهم لما هنيجي ونقول دلوقتي، لكن حبكوا الخطة فكتب سؤودوريتوس كتاب سماه الشحاذ، وذكر فيه على لسان أطاخي إن الناسوت بقى زي نقطة خل في بحر وترمت، وبدأوا يقولوا إن أطاخي قال كده، زي بالضبط في الرسالة اللي جت الاتهام اللي وجه للبابا كيرلس عمود الدين، واللي هو رد عليها في رسالته لساكسنسوس وقال إن بيقولوا إن الناسوت، إن أنا بقول إن الناسوت اضمحل أو تلاشى فرد، ونسبوا لأبو الأنارية. نفس الكلام قالوا على إيه؟ أطاخي. وللأسف لا يوجد أي مصدر يقول إن أطاخي قال كده حتى يومنا هذا. الكلام نقطة في خل دي كلام مين؟ سؤودوريتوس. أطاخي هنرجع له تاني، بأكرر بقول حرم هذا الفكر، بل حرم أطاخي نفسه على شهادتهم، وهنيجي للموضوع ده كمان شوية. وقف أناطوليوس في المجمع وقال صراحة برغم كل القساوة وكل يعني الأساليب غير القانونية والإنسانية التي اتبعت، قال إن ديسقورس لم يحاكم بسبب بدعة أو هرطقة، لم يجرؤ مجمع خلق دنيا انه يطعن في ارثوذكسيه البابا ديسقورس. واعلنوا بعد المجمع ويقول واصر على ان المجمع قد ادان اطاخي لانه اتبع ابوليناريوس وقد سار ديسقورس وراء اطاخي. تزوير بين للتاريخ. فكان مجمع خلقدونيا أسود صفحة في تاريخ الكنيسة بكل نتائجه المأساوية التي أثارت الاضطرابات في الكنيسة كلها في كل مكان، كما كان بداية لانهيار الإمبراطورية الرومانية نفسها. فسرعان ما سرت أخبار ما تم في مجمع خلقدونيا من التجاوزات التي تخص الإيمان وكافة القوانين والشرائع المرعية والظلم البين وانعدام العدالة، بالإضافة للإجراءات العنيفة التي أعلنت واتخذت لفرض ما تقرر بالباطل على جميع الكنائس بالقوة، مما كان له ردود أفعال في كل مكان، سواء في فلسطين ومصر وسوريا والقسطنطينية وكل بلاد الشرق. هنبدأ نشوف حصل ايه، مش في مصر بقى، في فلسطين وأورشليم اللي هو كان الأسقف بتاعهم يوبيناليوس، وكان مفروض انه من المقربين للبابا ديسقورس وان له ايمان ارثوذكسي، ولكن كان له نصيب في الغنائم. فيروي المؤرخ السورياني زكريا الفصيح، ده من المؤرخين اللي عاشوا في القرن السادس الميلادي وكان صديق وزميل للقديس ساويرس الأنطاكي، يروي الأحداث التي حدثت في فلسطين فيما يتعلق بيوبيناليوس أسقف أورشليم الذي كسر وعوده وفصل نفسه عن ديسقورس، وقد سمع الرهبان والمواطنون بأورشليم بهذا الأمر من الراهب سيودوسيوس الذي كان غيورا في خلق دنيا، وبعد أن راقب بانتباه أحداث المجمع هناك أتى إلى أورشليم وأعلمهم بها، فجعلوه أسقفا بالقوة بدلا من يوبيناليوس. سيودوسيوس ذا كان من الناس
الغيورين واللي له جهاد وكفاح في مقاومة محاولة نشر الفكر النسطوري. فراح حضر وتابع الأحداث، فيقول زكريا الفصيح إيه؟ وفي فلسطين فقد كانت هناك كروب مثل هذه وأسوأ، ولكن سأروي لكم الآن من أي سبب كانت. فحينما دعي يوبيناوس إلى خلق دنيا، لما دعي للمجمع يعني، وقد علم من يوحنا التريبيون بإرادة الإمبراطور، وأيضا بأن نسطورة الذي استدعي قد مات بعد عند رجوعه من المنفى، فعندئذ بقدر ما كان مقتنعا بأن عقيدة الطوموس فاسدة وأنها كانت منحازة لآراء نسطور. هو استنتج كده، فعمل إيه بقى؟ دعا الكهنة والرهبان والشعب معا قبل ما يروح خلق دنيا، وكشف لهم هذه العقيدة الزائفة اللي هي الطومس، وحرمها، وثبت نفوس الكثيرين في الإيمان الحقيقي، وأوصاهم جميعا بأنه إذا فسد في المجمع فإنهم يجب أن لا يحتفظوا بالشركة معه بعد ذلك. لو من رايح المجمع لو فسدت وقبل العقيدة الفاسدة دي ما تقبلونيش فين؟ في الشركة. وهو بالفعل عارفين زي بطرس الرسول قال له: إن شكل فيك الجميع أنا لشك، إن أنكرك الجميع أنا لأنكرك. سبق وعمل كده يعني. وفي البداية اللي بيحكي زكريا الفصيح مش أنا، ده مؤرخ من القرن السادس الميلادي، من أقدم المؤرخين في هذا الأمر. وفي البداية حينما ذهب إلى هناك فأنه قام بنضال عظيم برفقة ديسكوروس في سبيل الإيمان، ولكن بسبب الضغط الملكي الذي كان لابد أن يتحمله، ونظرا إلى مداهنة ومجاملة الإمبراطور الذي خدم بنفسه شخصيا على الأساقفة على المأدبة. حكينا قبل كده أن الإمبراطور عمل يعني إيه مأدبة كده، دعا فيها بعض الأساقفة قبل المجمع، وأظهر تنازلا عظيما لهم، وأيضا لأن الإمبراطور قد وعد بأنه سوف يعطي أو يمنح الثلاث ولايات الفلسطينية لكرامة الكرسي الأورشليمي، هيضيف للكرسي ثلاث إيه ولايات تبعه، يعني يبقى تبع الكرسي الأورشليمي. ومن ثم فإن عيون عقله قد ظلمت. شوفوا هيوصف البابا ديسكوروس بإيه بقى؟ وترك ديسكوروس البطل بمفرده وحيدا وذهب إلى الجانب المضاد وتعامل بإزدراء مع القسم الذي صنعه باسم الله، فوافق هو الأساقفة الذين كانوا معه ووقعوا. تخيلوا الموقف ده، وقعوا على البابا ديسكوروس ايه؟ كلهم بقوا قدامه كده، حتى اعز المقربين اليه. عشان كده قال القول بتاعه، قال إني مضطر أن أكون جسور لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. الوضع ده
البابا أثناسيوس جاهد كتير، البابا كيرلس جاهد كتير، البابا ديسكورس رغم أن حياته كانت قصيرة لكن الموقف البطولي اللي خاضه فاق الجميع. كان مين هناك بقى ومراقب الحكاية؟ الراهب سؤدوسيوس. وعندما رأى الراهب سؤدوسيوس وتيقن بغيرة ورفقاؤه ما حدث في المجمع وسمعوا بذلك وهم الذين كانوا رفقاء قاربين منه، فإنهم رجعوا سريعا إلى فلسطين وأتوا إلى أورشليم وأخبروا عن خائن الإيمان ودعوا كل الرهبان معا وأحطوهم علما كاملا، عرفوهم باللي حصل. واجتمع الرهبان ورتبوا أنفسهم وذهبوا لمقابلة يوبينيليوس عند مجيئه وذكروه بوعوده وبأنه فشل في حفظها وطلبوا منه هذا المطلب الواحد، أن يستهجن الإجراءات التي اتخذت ويحرمها، ولكنه أظهر نفسه زي بيلاطس كده قائلا ما كتبت قد كتبت. فقال له الرهبان ونحن لن نستقبلك إذن لأنك كسرت أقسامك ووعودك، وبالتالي فقد رجع إلى الإمبراطور. ولكن مجمع الرهبان والكهنة رجعوا إلى أورشليم، والشعب والأساقفة الذين كانوا معهم كانوا محزونين وتشاوروا معا فيما يجب أن يفعلوه، فقرروا أن يعينوا أسقفا آخر بدلا من يوبينيليوس. وعندما كانوا يتحدثون عن الرهبان الأنقياء رومانوس ومرقيانوس والرجال الآخرين أصحاب الامتيازات الرائعة، فطوال الوقت كانوا متفقين على أنهم يجب أن يعينوا سيودوسيوس الذي نشأ غيورا وأيضا ناضل طوال سنوات لأجل الإيمان، فأخذوه عنوة بينما كان مصرا على الرفض ومناشدا لهم أن لا يفعلوا ذلك ومتوسلا إليهم أن يسمحوا له بأن يكون المساعد للشخص الذي يجب أن يختاروه من بين أنفسهم. وعلى كل حال فإنهم لم يستسلموا لتوسلاته ولكنهم باركوه ووضعوه على العرش. وعندما علمت المدن الفلسطينية الأخرى بذلك فبقدر ما كانوا يعرفونه كرجل صاحب فضيلة فائقة وغيرة للحق كانوا يحضرون على التوالي أشخاص ليتقبلوا بركته معترفين بالكهنوت اللي نالوا. طبعا سؤدوسيوس ده كان قد ذهب للإسكندرية سنة 447 ليثير رأي العام ضد سؤدوريتوس أسقف قورش ودمنس أسقف أنطاكيا لما كانوا ناشطين، واتحكم على أوتاخي سنة كام؟ 48. كانوا في أوج نشاطهم 47 ومين واقف لهم؟ كان أوتاخي. وكان سؤدوسيوس في أورشليم بوقف لهم. مين كان برضو من اللي بيقدروه وبيساندوه في الوقت ده؟ كانت أرملة الإمبراطور سؤدوسيوس، الإمبراطورة إفدوكسية أو إفدوكية يعني، والتي كانت كان استقرت في فلسطين منذ عام 443. ليه؟ كانت على خلافات، كان مين طرف وسبب فيها؟ بولخاريا أخت الإمبراطور، وبولخاريا كانت محجوزة في دير. ما علينا الكلام ده قلناه قبل كده يعني مش هنعيده.
بس كل ما تدخلوا في الموضوع الصورة بتتضح، التخطيطات كانت ماشية ازاي والدنيا ماشية ازاي. يعني كان في شخصية اخرى في فلسطين، احنا دلوقتي بنتكلم على ردود الافعال في فلسطين، كان في واحد اسمه بطرس الايبيري الايبيريان، وهو واحد من الذين قام سيودوسيوس الأورشليمي بسيامتهم، وهو رجل مقدر في البلاط الإمبراطوري في القسطنطينية. ليه بقى؟ له حكاية كتير من المؤرخين اتكلموا عليه. كان قائدا هاما للحركة غير الخلقدونية حتى وفاته حوالي عام 488. كان بطرس هذا هو نفسه الأمير نبرنوجنس، أمير أيبيريا، وهي مملكة صغيرة على الجانب الشرقي للبحر الأسود، الذي أعطى حاكم أيبيريا للإمبراطور سيودوسيوس الثاني كرهينة وهو طفل صغير. أبوه ادى رهينة للإمبراطور سيودوسيوس، لكن الطفل ده كان حلو قوي وكان يتمتع بصفات جميلة. يقول: وقد نشأ هذا الأمير في القصر الإمبراطوري، حيث مكنته أخلاقه الودودة من أن ينال حب الإمبراطور والإمبراطورة، حتى أنه بمرور الوقت عين في سلاح الفرسان الإمبراطوري، ولكنه بعد فترة ترك منصبه واعتزل هو وأبيه الروحي يوحنا في حياة ناسكة في كفار فلسطين، ثم قام ببناء مؤسسة رهبانية في مرفأ ميومة في غزة بجنوب غرب فلسطين. بذل بطرس كل ما في وسعه من أجل مساندة الحركة المعارضة لخلق دنيا، وتمت رسامات أسقف على ميومة في 7 أغسطس 452. طبعا في الوقت ده يوبناليوس خد بعضه ورجع فين؟ في القسطنطينية. يعني كده هيبقى خسر كل حاجة، ده هما كانوا هيدوله 3 ولايات، كده هيبقى لطال للي كان هو فيه ولا الولايات، يبقى هيطلع كده من المولد بلا حمص خالص. فراح يستنجد بالإمبراطور، فيقول برضو زكريا الفصيح: وبينما كان سيودوسيوس ناجحا في طريقه هذا، فقد وصل الإمبراطور مرقيان تقريرا بكل ما كان يفعله، فعاد يوبيناليوس ومعه الفارس دروسيوس وجيش بغرض أخذ سيودوسيوس وسجنه وعزل الأساقفة الذين أقالهم بسلطته الخاصة وعينهم على الرهبان والشعب، ومعاقبة هؤلاء الذين أقاموا سيودوسيوس أسقفا لأورشليم لأجل كبريائهم وتهورهم. ولكن يستثنى بطرس الأيبيريان فقط بناء على رغبة الإمبراطورة بلخاريا، حتى لو لم يقبل أن يحتفظ بالشركة مع الأساقفة الآخرين، قال له: إلا بطرس حتى لو رفض خلق دنيا. ليه؟ ده كان له مكانة خاصة، زي ما بقول لكم تربى في القصر الإمبراطوري وكان أمير وترك كل شيء ومشي. يعني واحد عايش من أجل الله، قالوا اتبسبوا، له تاريخ لسه موجود وله علاقة حلوة بأبائنا في مصر وجي مصر، وله علاقة بالبابا ديوسكوروس. بس أنا حين من شغفي بسبق الأحداث، لكن يعني إيه، من الشخصيات الجميلة الحلوة. وعندما وصل يوبيناليوس إلى نابلس، وجد عدد كبير من الرهبان هناك، وفي البداية حاول أن يغريهم ويرشيهم
وهم كأناس بسطاء ومخلصين لعقيدتهم، أسلحتهم وخوذتهم هي الإيمان الحقيقي والأعمال الصالحة. التعبير ده أسلحتهم وخوذتهم هي الإيمان الحقيقي والأعمال الصالحة، أحد المؤرخين أو الكتاب الغير أرثوذكس من البروتستانت المرة دي قال كان في جيش من الرهبان مسلح دخلوا في معركة عشان جابوا ايه؟ أسلحتهم وخوذتهم هي الايه؟ فمشيت بقى على هواه. يقول فهؤلاء حاول أن يقنعهم أن يحتفظوا بالشركة معهم، وعندما رفضوا هذا العرض باشمئزاز إلا إذا حرم الإجراءات العنيفة لمجمع خلق دنيا، فقال لهم إنها رغبة الإمبراطور، فظلوا رافضين. عندئذ أعطى أوامره للرومان والسامريين الذين ضربوا وقتلوا هؤلاء الرهبان بينما كانوا يرتلون المزامير ويقولون الوثني جاء إلى ميراثك ودنسوا هيكلك المقدس، فانظر أنهم يجعلون أورشليم خاربة، لدرجة أن انغلب بعض الرومانيين بالشفقة، خدوا الأمر لكن نفذوه هم إيه؟ بيبكوا بالشفقة وبكوا. ولكن بعضهم مع السامريين قتلوا العديد من الرهبان وسفكوا دماءهم أيضا على الأرض. دي من نتائج خلق، من ثمار خلق دنيا. ولكن سؤدوسيوس عندما كان يلاحق بأوامر الإمبراطور في كل مقاطعات الإمبراطورية قد تنقر بزي الرومان ووضع على رأسه شعرا باروكة، يعني أو زي حاجة زي الباروكة، وخوذة، وجال مثبتا ومشجعا المؤمنين مدة. ولكن عندما وصل إلى ضواحي صيدا فإن أحد معارفه قد أخذوا وسلموا إلى الرومان، وكان فريق النصاطرة ساخطين عليه جدا لأنه كان يطوف العالم كله فاضحا وحارما عقيدة نسطور الزائفة، فذهبوا إلى الإمبراطور وأقنعوه بالموافقة على أن هذا الرجل يجب أن يسلم لعهدتهم وحفظهم وحراستهم، فأخذوه وسجنوه في منزل صغير يخص الرهبان، كان به جير حي. واعتاد أتباع نسطور هؤلاء أن يذهبوا إليه في مجموعات ويتجادلون معه آملين بأنه تحت الضغط والألم العظيم قد يغير فكره ويوافق إرادتهم، ولكنه انتصر عليهم وخيب أمالهم. وعندما رحلوا من عندي مغزيين وحائرين قال حتى برغم أنني مقيد وممنوع من التجوال في الأماكن المختلفة حسب عاداتي السابقة، ولكن طالما هناك نسمة في أنفي فإن كلمة الله سوف لا تقيد فيا، ولكنني سأكرز بما هو حق ومستقيم في أذان السمعين. ولكن فريق الأوطاخيين أيضا تصوروا أنه سيوافقهم فأتوا معا إليه ودخلوا في مناقشة معه بطريقة مشابهة وبدون إعطائهم أي أمل، أظهرهم بأنهم في موافقة يتوافقون مع فالنتين وماني ومرقيون، وأن بدعتهم هذه كانت شريرة وأسوأ من تلك التي لبولس الصاموساطي وأبوليناريوس ونسطور، وهكذا فإنهم في استدارتهم رحلوا من عندي وهم مدانين منهم، وبرغم أنهم وضعوا عليه حزنا بعد آخر فإن نفسه استمر ثابتة في الجهاد الحسن، وهكذا أنهى سعيه وجاهد في الكفاح وحفظ إيمانه إلى أن رقد ورحل من السجن وذهب ليكون مع المسيح ربنا، وترك مثالا للشجاعة للمؤمنين. دي حاجة بسيطة
تبين رد الفعل فين؟ في فلسطين وأورشليم. طبعا أنا بختزل كتير أحداث مأساوية، لأن بنقول بنركز على الفكر، لكن عايزين نقول إن الحكاية القضية مش قضية البابا ديوسكوروس، ومش قضية إن كنيستنا بتدافع عن أوطاخي. اللي جم ناس بيرددوا كلام زي اللي نصب لأوطاخي رفضهم برضو. الحكاية حكاية عقيدة وإيمان. نرجع لبطلنا العظيم الذي صمد حتى النهاية شامخا، القديس البابا ديوسكوروس، الذي وقف وحده متسلحا بإيمانه ومعضدا بنعمة وتعزية إلهية ضد بوابات الجحيم وسلطان الظلم. فهو الوحيد الذي لم يخن الإيمان ولم يخر ضميره، رغم أنه ترك وحيدا وخزله كل من حوله، فصار بحق بطل الأرثوذكسية العظيم الذي فاق في صموده وثباته كل من سبقه من أبائنا العظام، حتى أن هنا لا إعجاب الباحثين من غير الأرثوذكس. فيعلق سيلرز، ده أحد الباحثين العلماء الإنجليز في العصر الحديث طبعا، لما بيدرسوا بموضوعية لا يستطيع أن يعني يداروا أو يخفوا أو يخبوا إعجابهم بهذه الشخصية. فشوفوا سيلرز يقول إيه على البابا ديوسكوروس، يقول هكذا انتهت مسيرة من استمر إلى النهاية مصرا في رفضه قبول الطبيعتين حتى في المنفى. هذا الحارس الأرثوذكسي للإيمان باعتباره لا يزال الشجاع ديوسكوروس، الذي ظل متمسكا بأن الآباء المزعومين في خلق دنيا قد نبذوا الطريق الأرثوذكسي ولم يكف عن حرم مجمع الظالمين. ده البطل العظيم اللي صامد. وقد صحب البابا الإسكندري في منفاه من أساقفته، كما صحبه بطرس رئيس الشمامسة وسيوبستوس سكرتيره وكاتب سيرته، وكانت مصاحبتهم لقداسته بمحض اختيارهم. قالوا له مش هنسيبك، الوفي وفي، الوفاء جميل. وكانت مصاحبتهم لقداسته بمحض اختيارهم. وكان القديس مكاريوس أسقف إدكو، كان هو أحد الأسقفين، يشتهي أن يشارك باباه ممارة النفي أيضا، هذا القديس العظيم. ولكن هذا البابا المصري المقدام الذي كانت تربطه بالأنبا مكاريوس أواصر المحبة الصادقة لم يسمح له بذلك، بل قال له عد أنت إلى بلادنا الحبيبة، لأن إكليل الشهادة ينتظرك في المدينة عينها التي ارتوت بدماء ماري مرقس الرسول. ودي كانت نبوة من البابا ديوسكوروس بما سيحدث للقديس مكاريوس أسقف إدكو. طبعا ذهب هو وزملائه البابا ديوسكوروس إلى جزيرة غنغرة، وكان في الوقت ده معظم أهالي تلك الجزيرة لا يزالون وثنيين. ولم يكن نفي البابا ديوسكوروس ليحول دون وصول بعض أحبائه ليه، رغم قساوة المكان وصعوبة الوصول،
إلا إن برضو بعض أحبائه اهتموا أن يتواصلوا ولظروفهم ساعدتهم. من بين الذين ظلوا على عهد الوفاء مقيمين الكاهن بطرس الأيبيري أو الأيبيريان اللي حكينا عنه من شوية بتاع فلسطين اللي هو كان أمير الذي بعث إليه برسالة ضمنها وصفا لكل ما حدث في مجمع خلقدونيا بعد سفر البابا الإسكندري، لأن البابا عزلوه فبطرس بعت له بقى الحاجات اللي حصلت ايه تاني. وقد رد عليه خليفة ماريو ماركوس يقول: أما نحن فإننا نعترف بأن لاهوته لم يفارق ناسوته طرفة عين، ونعترف بأنه عند نزوله من السماء حيث كان جالسا عن يمين الآب دخل إلى بطن العذراء موحدا بين لاهوته وناسوته وحدة لا افتراق فيها، وكما أنه لا بداية للاهوتي كذلك لا نهاية للاهوتي متحدا بناسوته. وحين علق على الصليب لأجلنا لم يفترق لاهوته عن ناسوته، وقد صعد إلى السماوات بالجسد عينه الذي اتخذه من مريم أم الله وهو جالس عن يمين الآب. هذا هو إيماننا. شوفوا الإيمان الأرثوذكسي بتاع القديس ديسكوروس. وفي يوم كان في تاجر مصري، احنا قلنا مرارا وتكرارا قبل كده مصر في ذلك الزمان كانت من اغنى الدول في العالم، وكان شعبها غني، وفي تجار في اسكندريه وبحارة كانت البواخر بتاعتهم في أساطيل بحرية اسكندرانية، حتى إن في الكتاب المقدس القديس بولس مرة والقديس لوقا بيحكي في سفر الأعمال إن ركبوا باخرة سفينة اسكندرانية. يعني ذات يوم جاءه تاجر مصري جنحت مركبه عند شواطئ غنغرة، السفينة بتاعته كانت قريبة من هناك، فانتهز الفرصة للسؤال عن باباه. فأول لما شافه بكى حينما وقت عيناه عليه، غير أن البابا ديسكوروس خفف من حزنه قائلا: يا ابني ما دمنا نحفظ الإيمان الذي سلمه لنا أباؤنا فنحن في خير رغم الضيقات والسلاسل. وزائر آخر راح له خصيصا هو القديس بفنوتي رئيس الأديرة الباخومية، وحين التقى رجل الله وقع كل منهما على عنق الآخر وقبله، ثم قضي عدة أيام معا تعز كل منهما بصحبة الآخر إذ كان يتحدثان عن عظائم الله. طبعا الأنبا ماكاريوس أسقف إيدكو ركب مع أحد التجار السفن ورجع الإسكندرية. بعد وصوله إلى الإسكندرية حدث أن جاء رسول الإمبراطور ينبئ الشعب بالحكم الذي صدر على البابا ديسكوروس وبتعيين مقدم القصوص بروتيريوس بدلا منه على أن يوقع أولا على أمانة خلق دنيا الجديدة القائلة بالطبيعتين وطوموس لاون. وكان الرسول الإمبراطور يحمل إلى جانب هذه الرسالة رسالة ثانية يتهدد فيها كاتبها اللي هو الإمبراطور كل من يتجرأ على العصيان
أيا كان بأشد العقوبات. ولما وقع بروتوريوس على إيمان خلق دنيا وطوموس لاون، كان في وجود البابا الأنبا مكاريوس الصفئتكو، فذكره القديس مكاريوس بالقول الذي قاله له البابا ديسكوروس، أنك ستستولي على كنيستي بعدي. وامتنع عن التوقيع. مين اللي امتنع؟ الأنبا مكاريوس، مرديش يمني، قائلا حشاي أن أضع نفسي مع أعداء الحق. فلما سمع منه ذلك القائد رفصه بغضب عظيم، رفصة سقط منها فاقد الحياة. فحمله المؤمنون ولفوه في حلل سمينة، وحملوه إلى كنيسة القديسين إليشع النبي ويوحنا المعمدان. يا تاري الحكاية دي ليها حكاية. فتحقق بذلك ما قاله هذان القديسان في الرؤية لهذا الأب الأسقف، إن جسده سيكون مع جسديهما، وقد انتقل إلى السيد المسيح فإذا بإكليل المجد. دي كلها بركات خلق دنيا. شايفين السلام في كل مكان والإيمان مزدهر. للأسف نقول هذا بسخرية، لأن اللي حصل نتيجة هذا المجمع لم يحدث في أيام الاضطهاد الوثني للمسيحية. وصلت إلى أهل مصر أخبار عزل أسقفهم، لم يكن لغضبهم حدود، واجتمعوا على أمر واحد هو رفض الاعتراف بقرار المجمع، أو إذا كان قد حرم أسقفهم فكلهم محرمون معه أيضا. عشان كده كان بروتوريوس ده بيتحرك بحامية عسكرية دايما معاه، وظل الرهبان وجميع الشعب مبتعدين تماما عن الشركة مع بروتوريوس، واستمروا كلهم ينظرون إلى البابا ديسكوروس باعتبار وحده البطريرك الرسمي للكنيسة حتى مماته. لم يعترف الشعب طوال حياة البابا ديسكوروس بأي أسقف آخر غيره، وعلى الرغم من ذلك حاول الإمبراطور مرقيان أن يوحد الكنيسة في مصر مع بروتيريوس، فأرسل يوحنا عضو مجلس الشيوخ منوبا إلى الإسكندرية، ومعه رسالة تحوي دفاعا قويا عن مجمع خلق دنيا، وتتضمن هذا الدفاع الإشارة إلى إدانة المجمع لكل من أطاخي وديسكوروس، حيث اتهم كلاهما بالأبولينارية. طب منين ده؟ أناطوليوس وقف وقال إن لم يحاكم بسبب هرطقة، وهي الأبولينارية قالها فين؟ مين سمعها؟ مين شهد عليها؟ نفس الاتهام اللي وجه لمين سابقا؟ البابا كيرلس. وما زال، خلي بالكوا ده لسه حتى تلاقوا مفاجآت حلوة في نقط الخلاف بقى. يعني اتهم بالأبولينارية وأصر الإمبراطور في هذا الدفاع لأن مجمع 451 قد أكد على إيمان الآباء 318، هذا الإيمان الذي اعتمد عليه الإمبراطور وتمسك به بشدة. ومضت الرسالة لتؤكد أن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الإبن المولود الوحيد من الله والواحد مع الآب
في ذات الجوهر والأزلية صار إنسانا من أجلنا ومن أجل خلاصنا، ولد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الإله، وأنه في نفس الوقت إله حقيقي وإنسان حقيقي، وهو ليس واحدا وآخر ولكن واحد ذاته غير منقسم ولا منفصل ولا متحول، كما أوضح الإمبراطور أيضا أن المجمع قد استبعد تماما عقيدة الابنين والشخصين، ولم تؤت هذه الرسالة بالنتيجة المرجوة، بل على العكس فقد تأثر مبعوث الإمبراطور بإخلاص المصريين للبابا ديوسكورس، وبدلا من أن يحاول أن يقنعهم بالانضمام إلى بروتوريوس أخذ منهم التماسا يوضح وجهة نظرهم ليقدمها إلى الإمبراطور، الأمر الذي لم يصر به مرقيان أبدا. يعني حتى المبعوث الحق واضح، في نقطة عايز أوضحها، أنا مش عايز أستطرد في الأعمال الوحشية القاسية اللي تعامل بها الشعب والإكليروس، ولكن هنركز على الإيمان، لأن دي حتى فيها مغالطات تاريخية. يقول لك الشعب كان رائف لأن أحيا فيهم النزعة القومية، يعني رفضوا بدافع قومي مش برفض لاهوتي. بعض المؤرخين يقولوا أن المصريين رفضوا لأسباب إيه؟ قومية مش لاهوتية. هم والسلام رافضين أي حاجة جاية من المستعمر مرفوضة، مش عشان الإيمان غلط، مش عشان هم مش مقتنعين، كل حاجة يلبسوها إيه؟ أسباب أخرى. طبعا ما احترمنا للدافع القومي حتى لو وجد من حقنا، لكن في الواقع أن رفض خلق دنيا كان في الأساس لأسباب إيمانية. فبنقول يحاول بعض المؤرخين تفسير وتعليل ردود الأفعال القوية في كل مكان ولا سيما في مصر كمجرد صحوة قومية أو انفعالات عاطفية تعاطفا مع القديس البابا ديوسكورس، ولكن كان الدافع الرئيسي لرفضهم مجمع خلق دنيا وقراراته لأسباب إيمانية في المقام الأول. وأول رد فعل صريح على مجمع خلق دنيا كان للبابا ديوسكورس نفسه، نجده في وثيقة كتبها سكرتيره وكاتب سيرته سيوبيسوس، الذي يصف كيف أن ديوسكورس قد كتب عددا من الحروم أو الحرمات بخصوص أسباب رفض الأرثوذكس المجمع خلق دنيا، في أسباب لاهوتية موضوعية ما هيش تعاطف مع البابا ديوسكورس، ولو أن التعاطف شيء طبيعي وقائم، لكن الرفض في الأساس إيماني. فساب لنا تراث حلو، إرث حلو، في حرمات ستة كتبها البابا ديوسكورس بعد مجمع خلق دنيا. نجد محتوى هذه الحروم في وثيقة أخرى، يعني بخلاف الوثيقة اللي سابها سيوبيسوس تلميذه، الحروم دي موجودة ومنتشرة في وثيقة أخرى تدعى اعتراف إيمان يعقوب البرادعي، تلك التي حفظت في نسختين، نسخة عربية والأخرى أثيوبية،
في كل منهما يقر يعقوب يعترف بالحرمات الستة التي نطقها ديسقورس ضد المجمع الرابع اللي هو خلقدونيا، ثم يتابع اعتراف الإيمان ليقدم مضمون هذه الحرمات، وهي كالتالي. هنقولها بالإجمال وندخل عليها بشيء من التفصيل. فعايز اللي مش مصحصح يصحصح. اللي فات كان شوية حواديت شوية، اللي جاي في حتة ايه إيمانية ولاهوتية، ندي شوية كده وشوية كده. واحد، مجمع خلق دنيا محروم لأن أعضاء المجمع قد ناقضوا إيمان نقيا، مدخلين طبيعة مختلفة إلى الثالوث باقتراح أقنوم رابع هنتكلم عنها. نمرة اتنين، الحرم التاني، مجمع خلق دنيا محروم لأنه داس بالأقدام قوانين وترتيبات الآباء. الحرم الثالث، مجمع خلق دنيا محروم لأن التعاليم التي ثبتها قد أطاحت بتعاليم مجمع أفسس، وبتقديمه تعريفا جديدا للإيمان وقع المجمع تحت طائلة الحرمات التي أصدرها مجمع أفسس. هنشرح الحاجات دي دلوقتي، اصبر بس اقولها بالاجمال الاول. الحرم الرابع، مجمع خلق دنيا محروم لانه افسد عقيدة الاباء وقبل توموس لاون. الحرم الخامس، مجمع خلق دنيا محروم لأنه قبل الشركة مع أنصار نسطور مثل إيباس وغيره اللي هنقولهم كمان شوية. الحرم السادس، مجمع خلق دنيا محروم لأنه في اتفاق مع عقيدة نسطور، ميز أعضاء المجمع طبيعتين في المسيح منفصلتين بخواصهما، وقدموا للمسيح عبادتين فسموا الواحد الله والآخر الإنسان. ومن الواضح أن هذه الحرمة التي أصدرها البابا ديسقورس صار لها سلطة أوسع منذ أن ظهرت في وثيقة مرتبطة بالأسقف الكارز يعقوب البرعبي، وبالتالي انتشرت في كل الكنائس الأرثوذكسية اللاخلقدونية بعد أكثر من قرن من الزمن على استشهاد البابا ديسقورس على أيدي الخلقدونيين. والأكثر من ذلك، تظهر قائمة متطابقة تقريبا في كتابات القديس فيليكسينوس أسقف منبك، وتظهر المقارنة بين هاتين القائمتين أن المخاوف نفسها هي التي حفزت الرفض المستمر لمجمع خلقدونيا. مخاوف إيه؟ لاهوتية، ما هيش أسباب أخرى. مش هقول لك ده انفعال يعني رد فعل عشان يعني ده مستعمر، لكن الإيمان ما فيهوش مشكلة، لا. هنمسكهم حرم حرم بقى. يتعلق الحرم الأول في هذه القوائم بالقناعة القائلة بأن مجمع خلقدونيا نفسه قد رفض الإيمان النقاوي، وذلك مبني على فهم خلقدونيا بصفته يعلم الثنائية في المسيح، لأن الإيمان في نقيا كله بالحقيقة نؤمن بإله واحد، نؤمن برب واحد يسوع المسيح. فإقراره بالطبيعتين وأن كل طبيعة تفعل ما يخصها يحتم بالتبعية وجود أقنومين كما علم نسطور. فأين حدد أي مجمع سابق؟ المسيح بأنه في طبيعتين، فيش أي مجمع سابق قال إن المسيح في طبيعتين، لا يوجد مجمع واحد قد فعل ذلك، لذلك يجب اعتبار تعريف المسيح بأنه في طبيعتين تصريحا إيمانيا جديدا
وده يخالف نيقيا بل والمجامع كلها. الحرم الثاني اللي هو بيقول انه اطاح يرفض مجمع خلال انه اطاح بقوانين وترتيبات الاباء بينما يزعم احترامها وإلهها السلطة. يعني مجمع خلق الدنيا يقول الحاجة وعكسها. ففضلا عن كل التجاوزات ان هو بيقول نرفضه لانه اطاح بالايه بقوانين وترتيبات الاباء. ففضلا عن كل التجاوزات التي تمت في اجراءات المجمع غير القانونية واسلوب ادارته بطريقة غير شرعية ازدرى فيها بكل التقاليد المرعية وسماحه وقبوله بدخول أشخاص محكوم عليهم بمحاكمات عادلة من مجمع مسكوني، دي كلها حاجات ضد القوانين ومعروفين تماما بنسطوريتهم بدلائل مادية وكتابات منشورة وليس بإدعاءات كاذبة كسؤدوريتوس وأوسابيوس وهيبة، دي كلها أطاح بالقيام بالقوانين كلها الموجودة. لكن في قانون هم نفسهم يقروا بأنه خلفه، يصر تحديد مجمع خلق دنيا على أنه النص بتاع خلق دنيا يقول إيه بقى، يجدد إيمان الآباء الراسخ وينشر لجميع الناس عقيدة 318 ويضيف إلى عددهم بصفاتهم أقرانهم الآباء الذين قبلوا نفس التلخيص للدين، هؤلاء من هم مثل 150 أبا القديسين الذين اجتمعوا بعد ذلك في مدينة القسطنطينية العظمى وصدقوا على الإيمان نفسه، وعلاوة على ذلك حفظا للنظام وكل ما يتعلق بالإيمان ذلك الذي حفظه المجمع المقدس الذي انعقد سابقا في أفسس والذي كان سيليستين أسقف روما وكيرولوس أسقف الإسكندرية ذوي الذكرى المقدسة هم قادته. نعلن أن شرح الإيمان الصحيح والذي بلا لوم الذي قدمه الآباء 318 القديسين المباركين في عهد قسطنطين حسن الذكر سيكون له الأولية في هذه، وأن هذه الأمور ستكون ملزمة أيضا. ده مين اللي قالوا كده؟ قالوا كده في خلق دنيا. طيب الفعل ايه؟ ومع ذلك بدل اولئك الذين لم يستطيعوا قبول مجمع خلق دنيا انه بدلا من قبول القوانين والمجامع السابقة كان الخلق دنيون يتجاهلونها، ولم يكن هذا فقط رأي الخلق دنيين، ده مش رأينا بس، حيث أنه بعد أن قام الخلق دنيون بإصدار قوانينهم اعترض المندوب البابوي اللاتيني لوسينتوس على المجمع. هم نفسهم بدأوا يعترضوا أن فيه قوانين صدرت مخالفة لقوانين المجامع السابقة. إمتى؟ لما بدأوا يتخانقوا على توزيع الغنائم، فبدأوا يطعنوا في مين؟ فإذا الطعن في المجمع مش مننا فقط، ده منهم هم أيضا. فاعترض المندوب اللاتيني بقى يقول لقد أعطى الكرسي الرسولي أوامر بأن كل الأشياء يجب أن تتم في حضورنا، وبالتالي أي شيء تم القيام به بالأمس بالتحامل على القوانين أثناء غيابنا نطلب من سموكم أن يؤمر بإلغائها، لكن إن لم يتم ذلك فليسجل اعتراضنا في محاضر الجلسات واسمحوا لنا أن نعرف بوضوح ما نحن بصدد تقديمه في تقريرنا إلى ذلك الأسقف الرسولي المبجل والذي هو مدبر الكنيسة بأكملها، دي النعرة بقى الايه بتاعت روم، حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالإهانة التي وقعت بحق كرسي والاستهانة بالقوانين الكنسية. فلما بدأوا ايه يتصارعوا ويتخانقوا على الغنائم بيطعنوا
في قوانين المجمع أنها مخالفة للقوانين الكنسية، واللي كانوا بيقولوه ده يتعلق بهذا بشكل خاص بالقانون الكنسي 28 من قوانين مجمع خلق دنيا، عشان قرر ان القسطنطينية هي التالية لروما في الأولوية، وبدلا من ان تعطى تقديرا فخريا فقط اعطيت القسطنطينية السلطة على 3 مقاطعات لأول مرة. مش قلنا ادوا بتاع اورشليم 3 مقاطعات والقسطنطينية برضو انت تعبت معانا فخد ايه 3 مقاطعات انت كمان. وقال تيلمونت في تعليق على المجمع ان يشكو ليو لاون يعني ايضا ان مجمع خلقدونيا قد كسر قرارات مجمع نيس والعوائد القديمة وحقوق المدن الكبرى. من المؤكد ان هذا كان ابتداعا كئيبا، بيقول ان اللي حصل ده ابتداعا ايه ده لون، بيقول ان هذا ابتداعا كئيبا ان نرى اسقفا يجعل رئيسا ليس فقط على قسم واحد بل على 3، الامر الذي لا يمكن ان نجد اي مثيل له الا في السلطة التي استولى بها الباباوات على الليريكوم، مع انهم لم يدعوا امتلاكهم سلطة الرسامة على أي أصف هناك. وتظهر بهذه المسألة بقى أنه لم يكن فقط المعارضين لخلق دنيا هم الذين أمنوا أن مجمع خلق دنيا قد تصرف بطريقة غير قانونية وتعارض مع تقاليد الكنيسة وعوائدها. من الواضح أن الرومان أيضا رأى أن الأمر هو أيضا هكذا. قد يقال إن لاون أسف روما والله القدنيين كانوا ولازالوا مخطئين، ولكن لا يمكن أن يقال عن الاعتراض الله القدوني أنه كان تافها ودون سبب، إن هم نفسهم اعترضوا على إيه؟ على طريقة صياغة القوانين بتاعت مجمع خلق دنيا. الحرم الثالث له علاقة بالمجمع أفسس والبابا كيرولوس، باعتبار أن البابا كيرولوس كان هو العضو البارز أو الأبرز في مجمع أفسس، ويأخذ هذا الحرم في اعتباره بالذات القانون الكنسي الصادر من مجمع أفسس. كان في أفسس صدر قانون أن أي بيحرم أي تحديد جديد للإيمان، فالقانون الكنسي الصدر من أفسس كان بيقول إيه؟ لما أروها وأروا الكلام ده في خلق دنيا، عندما قرأت هذه الأمور أقر المجمع المقدس بأنه من غير القانوني أن يصدر من أي إنسان أو أن يكتب أو يؤلف إيمانا مختلفا كمنافس لذلك الذي ثبته الآباء القدسون الذين اجتمعوا بالروح القدس في ناقية، ولكن أولئك الذين يجرؤون على تأليف إيمان مختلف أو تقديمه أو عرضه على الراغبين في أن يتحولوا نحو الاعتراف بالحق سواء من الوثنية أو اليهودية أو من أي هرطقة كانت، فهؤلاء يجب خلعهم سواء كانوا أساقفة أو إكليروس. الأساقفة من الأسقفية والإكريس من وظيفتهم، وإذا كانوا من العلمانيين فليحرموا. ولكن بالطبع كان لتحديد مجمع خلق دنيا مظهر الإيمان الجديد بالضبط، يعني التحديد بخلق دنيا ده جديد، حيث أنه يحدد محتوى العقيدة ولا يكتفي بالإحالة فقط إلى قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني، بل في الواقع تم تكليف لجنة والتي شملت بصورة مستفزة الهرطوقي سأودوريتوس كي تخرج إقرارنا للإيمان. فاكرين لما قلنا ما اكتفوش بالتوماس طلبوا أو عملوا تحديد إيمان؟ ومين كان المايسترو بتحديد الإيمان الجديد ده؟
سودوريتوس، ومن المؤكد أن هذا التحديد له سلطة داخل المذهب الخلقدوني كإقرار للإيمان وبالتالي كقانون جديد. أين حدد أي مجمع سابق المسيح بأنه في طبيعتين؟ هل ده مش جديد؟ لا يوجد مجمع واحد قد فعل ذلك، لذلك يجب اعتبار تعريف المسيح بأنه في طبيعتين تصريحا إيمانيا جديدا. والمفارقة هي أنه حين أصر المجمع لأنه لم يفعل شيئا جديدا أدان أولئك الذين رفضوا قبول تحديد جديد للإيمان ومصطلحات خريستولوجية جديدة. اللي ما قبلش التحديدات بتاعت خلقدنية بقى مدان. طب ليه ما احنا بنؤمن بنيقيا وقسطنطينية وأفسس؟ دي حاجة. أول حاجة قصروا مجمع القانون بتاع مجمع أفسس اللي بيحرم أي تحديد إيمان جديد، وهم عملوا تحديد إيمان بقيادة الهرطوقي اسمه إيه؟ سؤدوريتوس. الأكثر من كده اختزلوا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان، كل كتاباته وكل تعاليمه وكل أقواله في حاجتين في خلق دنيا: الرسالة الثانية لنسطور اللي هي الرسالة اللي ما كتبش فيها البابا كيرلس عن الطبيعة الواحدة، كان بيتكلم بيهاجم نسطور انه بيتكلم عن اتحاد اشخاص، فبيقول له الكلمة لم يتخذ شخصا، يعني مش كان في واحد شخص قائم والكلمة اتحد بيه، فده جابوها يمشي، يعني مش ما فيش سيرة عن الايه. وجابوا الرسالة اللي هي بعد مجمع أفسس اللي بعتها البابا كيرلس ليوحنا الأنطاكي، اللي ذكر فيها عرض الإيمان اللي كان بعته بتوع الشرق، وادعوا بعد كده ان ده صيغة ايه او بيان ايمان او صيغة المصالحة. واللي هم عملوا كل اللي عملوه قبل كده سواء محاكمة أطاخي ومجمع خلقدنية لإقرار هذا الادعاء ان القديس كيرلس غير فكره، عدل عن آرائه وتجاهله تماما كل ما كتب، حتى تجاهله نقده وإنقاره لهذا الادعاء، لأن هو نفسه قال لم نصدر بيانا جديدا ولم نقبل بيانا آخر صغاه آخرون، وقال ده كلامه هو، وصفوا أنهم يعني إيه أضافوا خلصة بعض التعبيرات الغامضة وبعض التعبيرات التي تظهرهم أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هزر نسطور. مين اللي فند هذا الادعاء؟ البابا كيرلس نفسه تجاهله كل هذا. حتى ان في بقى فاكرين استاسيوس بقول لكم اللي بكى لما وقع، كان له موقف حلو في خلق دنيا بس ما قدرش يصمد للاخر للاسف يعني. فبيقول ايه، طبعا احنا درسنا حكاية الرسالة دي والمصالحة في اخذناها كورس لوحده الكورس الاول فمش هتكلم فيها كتير. في الجلسة التانية في مجمع خلقدنية وبعد الانتهاء من قراءة رسالتي القديس كيرلس الى نسطوريوس والى يوحنا الانطاكي، قال استاسيوس اسقف بيروت معلقا على تعليم هاتين الرسالتين بأن القديس كيرلس علم بوجود طبيعة واحدة وليس بوجود طبيعتين، وهذا واضح من رسائله المتأخرة
التي كتبها فيما بعد إلى أكاكيوس وساكسنسوس وآخرين، لكن كأنه ما قالش حاجة، لأن مين كان بيقود المجمع؟ سودريتوس اللي هو صاحب هذا الإدعاء. وإلى يومنا هذا الرسائل، حوالي 5 رسائل اللي كتبها القديس كورولوس بعد 433، يقولوا ان دي رسائل بيفهمها احنا يعني غلط. ومين اللي بيشرح بقى كورولوس ويحب يقول ده يقصد ايه وكده؟ عدو القديس كورولوس أودوريتوس، ويتهم البابا ديوسقوروس كأنه مخالف لكيرولوس. شوفوا المفارقات العجيبة ده، هتحفقوا دلوقتي بحاجة كمان شوية ما قلت لها الكوش قبل كده، لمحت بيها لكن ايه ما جبتش نصها، صحصحوا بس اوعوا تناموا. خلي بالكم انا هحاول ادمج، انا بلخص وبادمج عشان عايز اقف لمرحلة معينة الكورس ده، فتكونوا مصحصحين معايا عشان نقدر نوصل للمرحلة اللي نحب نقف عندها بالضبط. نيجي للحرم الرابع، وهي بخصوص قبول توماس لاون والجدل بأنه قد أفسد الإيمان بدلا من الحفاظ عليه. هنيجي لتوضيح بسيط قوي، يعني مش مجالنا دلوقتي ان نحلل توماس لاون، يمكن اتكلمنا عنها في الكورس اللي فات بشيء من التفصيل. يعني يظهر توضيح واحد فقط، ان الاعتراضات على توماس كانت على الأقل معقولة حتى لو كان الخلقدونيين يعتبروها غير مبررة. فتقول إحدى واحدة من الفقرات الإشكالية في التومس، بيقول إيه جزء في التومس؟ لأن كل صورة تفعل الأفعال التي تخصها بالاشتراك مع الأخرى، فالكلمة يقوم بما يخص الكلمة، والجسد يفعل ما يخص الجسد، أحدهما يشرك بالمعجزات بينما يخضع الآخر للإيه؟ الإهانات. ما هي هاتين الصورتين اللتان تعملان بشكل منفصل؟ كيف يقوم الكلمة ببعض الأفعال بينما يقوم الجسد بأفعال أخرى؟ ألا تخص كل الأفعال الكلمة المتجسد؟ لا يكاد يكون الأمر مستغربا أن يجد الله خلقدونيون مثل هذه الفقرة تستحق كل اعتراض. مش عايزين نعترض على دي؟ ده بالفعل كان نسطور نفسه يعارض القديس كورولوس ويكتب بأسلوب مشابه لتوماس لاون قائلا: إن كان أي شخص في اعترافي بعذبات الجسد، ده نسطور، ينسبها أيضا إلى كلمة الله كما ينسبها للجسد الذي يظهر فيه، وبالتالي لا يميز بين كرامات كل طبيعة فليكن محروما. دي متطابقة مع من الصورة ولا مش متطابقة؟ فيبدو هذا مشابها إلى حد كبير لتوماس لاون ما قاله نصور، حيث أنه يقترح أن لا ينبغي أن تنسب ألام الجسد إلى الكلمة. وقد جاء في السجلات التاريخية أن نصور قال أنه كان متسقا في تعليمه الخريستولوجية، قال عن التوماس انه كان متسقا مع تعليمه الايه الخريستولوجية. لكن النقطة المهمة هي انه يمكن بسهولة ان يبدو نصوريا، وقد كان كذلك بكل تأكيد في نظر اتباع القديس كورولوس الله خلقدونيين. يعني التوماس ده واضح جدا انه نصوري.
لقد كان القديس كورولوس هو من أصر قائلا: كل من لا يعترف أن كلمة الله قد تألم بالجسد وأنه صلب في الجسد وأنه بالمثل في نفس هذا الجسد قد ذاق الموت وأنه أصبح البكر من الأموات لأنه لكونه هو الله هو الحياة ومعطي الحياة فليكن محروما. ما بنقسمش، كلمة تفعل ما يخصه والجسد يفعل إيه ما يخصه. فالآن ليس من السهل الجمع بين الفقرة من توماس لاون التي تقول أحدهما الكلمة يشرك بالمعجزات بينما تخضع الأخرى للإهانات مع حرم القديس كيرلس الذي يقول كلمة الله تألم في الجسد. مرة أخرى يبدو معقولا تماما أنه كان يجب رفض مجمع خلق دنيا في هذه النقطة. يعني حرمات القديس ديسكورس اللي قالها حرمات موضوعية لاهوتية، برغم الظلم اللي واقع عليه ما بيتكلمش عن نفسه لكن يتحدث عن ايه؟ عن الإيمان. خلي بالكوا بقى الحرم الجاي ده هيكون فيه كلام شوية بقى، بس أنا واثق إنها تصحصحوا فيه قوي. الحرم الخامس حول قبول أولئك الذين اعتبروا أنصارا لنسطور مثل إيباس أو هيبة، وهو تلميذ مخلص للهراطقة سيؤدور وديودور وسؤوريت، وقد كتب رسالة إلى ماريس وهو رجل فارسي يتهم فيها القديس كورولوس بالهرطقة ويرفض حرمه الاثناشر. هيبة ده كان كتب رسالة لماريس الفارسي وكان من ضمن اللي بيروجه أن البابا كيرلس تراجع عن أفكاره وبقى في قانون إيمان جديد اللي هو يقوله صيغة الإيه أو ميثاق المصالحة اللي بيدعوه، وطعن في البابا كيرلس وطعن في البنود الاثناشر. فكانت سبة لمجمع خلق دنيا، ازاي تقبلوا هيبة؟ ده انتوا بتلوموا على البابا ديسكورس انه احل اوطاخي في حين لا يوجد اي سند يدينه. طب ده هنا في دليل قوي وواضح وصريح. شوفوا في خلق دنيا حصل ايه. اما جم عشان يقبلوا هيبة وكان مشكلتهم او من ضمن مشاكله له مشاكل كتيرة اللي هي الرسالة اللي كتبها ضد تعليم البابا كيرلس. يقول درست رسالة هيبة في مجمع خلق دنيا واعلنت ارثوذكسيتها وقالوا تنص أعمال المجمع على أعلن البطريرك ماكسيموس والمندوبين البابويين الرومانيين في مجمع خلق دنيا قائلين: إذ قرأنا رسالته مرة أخرى نعلن أنه أرثوذكسي الإيمان. ده معناته إيه؟ رفض كامل للبابا كيرلس وقبول آراء نسطور. الحكاية دي كان ليها آثار بعد كده لأن ما كانوش بيقدروا يقاوموا الحجج دهية، احنا بنرفض خلق دنيا عشان كده. فجم في المجمع الخامس اللي هنتكلم عليه لاحقا، المجمع الخامس أدان هذه الرسالة.
إدانته ليها هي إدانة لمين؟ لمجمع خلق الدنيا. يقول في المجمع الخامس، أنا بستبق الأحداث بس عشان مرتبطة موضوعيا بالحرم بتاع القديس ديوسقورس. في الترتيب الثالث قدمنا الرسالة التي يقال أن إيباس قد كتبها إلى ماريس الفارسي لفحصها، ووجدنا أنها يجب قراءتها أيضا، وعند قراءتها ظهر فورا للجميع عدم تقواها، وكان من الصواب إصدار إدانة وحرم للفصول الثلاثة المذكورة. معلش أقرأ لكم في المجمع الخامس، في قضية الفصول الثلاثة بس وقتها دلوقتي، بس كانت رسالة هيبة دي إحدى الفصول الإيه؟ الثلاثة، لأنه حتى ذلك الوقت كان هناك بعض التساؤل حول هذا الموضوع، لكن لأن المدافعين عن هؤلاء الأشرار سيودور ونسطور كانوا يخططون بطريقة أو بأخرى لتثبيت هؤلاء الأشخاص وشرورهم، وكانوا يقولون إن هذه الرسالة الشريرة التي امتدحت ودافعت عن سيودور ونسطور وشرورهم كان مجمع خلقدونيا المقدس قد قابلها. لذلك اعتقدنا أنه من الضروري أن نبين أن المجمع المقدس كان بريئا من عدم التقوى، يعني بينفوا أن مجمع خلقدونيا قابلها، كان بريئا من عدم التقوى الذي ورد في تلك الرسالة، لكي ما يكون من الواضح أن الذين يقولون مثل هذه الأشياء لا يفعلون ذلك بفضل هذا المجمع المقدس، ولكن لكي ما باسم يمكنهم تثبيت شرهم. ده قالوا الناس اللي هي عايزين يثبتوا فكر نسطور أن المجمع امتدح، ما قبلتوا هيبة على أي أساس؟ الأكثر من كده بقى، ينص المجمع الخامس على أن عدم تقوى الرسالة كان واضحا بصورة مباشرة، يعني المجمع أقر أن دي رسالة إيه؟ مش كويسة. بالرغم من ذلك صمم مجمع خلقدونيا أنها كانت أرثوذكسية. في الواقع يحاول المجمع الخامس أن يظهر أن خلقدونيا لم يقبل رسالة إيبا، لكن حتى الموسوعة الكاثوليكية تكرر تلك الفقرة من أعمال المجمع التي تقول أن الرسالة كانت أرثوذكسية. يعني لما في الموسوعة الكاثوليكية لما يجيبوا أعمال مجمع خلقدونيا يجيبوا الفقرة اللي المجمع فيها قال إن الرسالة دي إيه؟ أرثوذكسية. حاول المجمع الخامس بتاعهم ينفي ذلك، لكن أصبح التناقض فين؟ وفي كل الأحوال قبلوا مين؟ هيبة. الآن إذا كان المجمع الخامس قد وجد الرسالة هرطوقية، فكان بالأحرى يكون اللاخلقدونيين قد وجدوا أنه من المستحيل قبول مجمع خلقدونيا في حين قد برأ هيبة أو إيباس. فكما أوضحنا سابقا لقد قبلت معظم الكنيسة الغربية وكنيسات الشمال أفريقيا هيبة وسؤدور وسؤدوريت على أنهم أرثوذكس تماما، لكون مجمع خلقدونيا قد برأهم. في كنائس في اتجاه نصوري قبلت النصاترة تماما بناء على المجمع برأ إيه؟ هذه الرسالة. خلوا بالكم بقى من اللي جاي ده بالنسبة لمين؟ لهيبة. طب ده مجمع خلقدونيا ما قابلش هيبة وبس، عشان كده البابا ديوسقورس يقول نحرم خلقدونيا لأنه قابل النصاترة اللي هم مثل هيبة. يعلق ميخائيل الكبير، ده مؤرخ سورياني له كتاب كبير اسمه تاريخ ميخائيل الكبير احد البطارق، يعلق ميخائيل الكبير على النصاطرة الذين تم قبولهم في مجمع خلقدونيا، ولا سيما سيودوريتوس اسقف قورش. فبيقول ايه؟ أولئك الذين هم لصوص البيوت والذين عزلهم مجمع أفسس الثاني
اللي هم بيطعنوا في مجمع افسس الثاني ان البابا ديوسكوروس حرم هيبة وسودوريتوس، اقروا بعد كده يعني، مش بس المخيل ده مننا، منهم فيهم بدأوا يدينوا كتاباتهم، والذين عزلهم مجمع افسس الثاني فقد ثبتهم لاون على كراسيهم. يعني قبل حتى مجمع خلقدونيا لون اداهم الحلم، لان لفوا حواليه سودوريتوس واوسابيوس، وهم اللي طلعوها في دماغه اكتر، ان انت الكبير، انت خليفة بطرس، بكلمة منك كل حاجة تنتهي، انت ليك السلطة العليا. فقد ثبتهم لون على كراسيهم. فهيبة مثلا وجهت إليه اتهامات كثيرة. إيريناوس تزوج مرتين بس ورسموه أصف، غير انه نسطوري النحلة، وسوفرونيوس وسودوريتوس القراشي الذي كتب إلى يوحنا الأنطاكي يستخف بالقديس كورولوس الطيب الذكر بعد موته، إذ قال. المرة اللي فاتت أو في الكورسات السابقة لما تعرضنا لنياحة البابا ديوس كيرلس، قلت لكم إن سودوريتوس والفرقة بتاعته عابوا في القديس كيرلس، اللي هو لحظة الموت دي حتى يعني الناس حتى العاديين يقول لك اذكروا محاسن موتاكم. لكن دول فاقوا في شرهم اي حد. لما هنيجي اصل ليه انا بقول الكلام ده كله، للأسف في مازال ناس يدينوا البابا ديوسكوروس على موقفه ده، احيانا من داخل الكنيسة يكون قراءاتهم ومعلوماتهم مسمومة بقراءات مش بتاعتنا. انا طبعا الرسالة كبيرة هجيب لكم بعض فقرات منها. بعد نياحة البابا كيرلس سودوريتوس فرحان، فكتب رسالة لمين؟ ليوحنا الأنطاكي، بيقول له ايه؟ انا اسف ان اراها، يعني ما كنتش احب ان اعيد كلام وحش على البابا كيرلس، لكن لتعلموا الواقع اللي كان قدام البابا ديوسكوروس، وليس لمجرد إساءات شخصية، لكن الأكثر من كده لأجل الإيمان. فبيقول إيه سودوريتوس؟ لقد مات الإنسان الشرير متأخرا. يقصد مين؟ بابا كيرلس. أما الصالحون فيرحلون قبل أوانهم. إن حياة الأشرار مديدة، وأعتقد أن الله سيد الكل عندما يأخذ الصالحين قبل وقتهم، إنما لكي ينقذهم من الضيقات. أنا هسيب حاجات وأدخل في عبارات كده. أما فاعلوا الشر والميالون إليه فإنه يسمح لهم بالمتعة في هذه الحياة، أما لكي يشبعوا من سموم الشر ويكتب شوية ويرجع يقول بالنسبة إلى ذلك الشقي. مين ذلك الشقي؟ فإن راعي الأنفس لم يدعه يتنعم بما نتوهم،
لكن لما رأى أن شر الرجل يزداد يوما بعد آخر ويفسد جسد الكنيسة، استأصل شأفة الداء ورفع العار من بني إسرائيل. شوفوا بيقول كلام أصعب، إن نجاة هذا أزعجت كما يبدو الذين رحلوا. يعني لما راح عمل إزعاج لمين؟ للمنتقلين. شوفوا يعني أنا مش عايز يعني أخرج عن اللياقة وأقول كلام واللي بنتشبه بيه، لكن حاجة ما تحصلش. أزعجت كما يبدو الذين رحلوا، ونحن نخشى أن يرسلوه إلينا فورا إذا ما شعروا بإنزعاج بسبب قربه منهم، أو أنه يفلت من الذين يقتدونه. وبعدين يقول إيه؟ فعلى قداستكم أن لا تتوانوا في اهتمامكم بهذا، بل وتأمروا حامل الميت أن يضعوا حجرة كبيرة ثقيلة على القبر كي لا يعود يثير الأفكار المضادة من جديد ويقدم عقائد جديدة لمن هم أدنى، ويظهر ذاته بليغا ليل نهار. كان عنده عقدة من البابا كيرلس عمود الإيمان الذي هو فلتة من فلتات البشرية، ويظهر ذاته بليغا ليل نهار. نحن لا نخشى أن يقسم هؤلاء ويبعدهم عن التقوى وينسب الموت للطبيعة الإلهية غير الميتة. إن هذا يسفه الكل. وبعدين يقول إيه؟ معلش لو أنا بختزل عشان الوقت، بس كلمة يعني حقيرة، لا تخرج إلا من إنسان ينطبق عليه من فضلة القلب يتكلم الفم. يقول إن لم يصمد ذاك الجبان رغما عنه فتخرج روحه ويعود إلى ترابه، ففي ذلك اليوم تتلاشى جميع أفكاره. سيوثق لسانه عندما تنكشف الأمور، ويسد فمه ويوبخ عقله ويضطر إلى الصمت. أرسي لحال ذلك الشقي. فمثل هذا لا يقوى على العمل ولا على تهدئة الشرور، لكنه يموت عندما يسعى وراء الأمور الأكبر والأكثر بزاءة. فقد اشتاق كما يقال حتى إلى أن يعكر صفو العاصمة ويحارب عقائد لها صورة التقوى، وبمعتقدي هذا يكون قد اتهم حتى قداستكم، فرأى الله ولم يهمل بل أخرس فيه وأعادوا إلى التراب الذي أخذ منه. هذا هو سؤدوريتوس الذي تم قبوله زعيما في مجمع خلق دنيا المحروم لبأعمالهم أسموا الكنيسة. آلاف ماتوا، غير العشرات من الكذب والإدعاء. يفضلوا يدعوا البابا كيرلس قال كذا، أوطاخي قال كذا، يخلوا الناس البسطاء اللي بيثقوا في الشخصيات ده هي يرددوا الكلام ده كأنه هو الإيمان الصحيح. وبعدما نجح سؤدوريتوس في أن يتم كل اللي حصل في خلق دنيا، يحكي لنا
زكريا الفصيح يقول عندما قبلت الطومس من الأساقفة وقع عليها فإن سؤودوريتوس كشف خداعه وسخر منهم قائلا انظروا كيف جعلتهم يتذوقوا خمير عقيدة نصور وأنهم سروا وابتهجوا بها. ده لماذا نحرم ايه؟ ده القديس ديسكورس في الحرم الخامس، ان المجمع قبل امثال بإيمانهم الفاسد، لذلك نرفض مجمع ايه؟ ما قالش عشان حكم علي، لا. الحرم السادس يتناول صراحة استخدام المجمع العبارة في طبيعتين، من الصعب أن نتجنب اعتبار هذه العبارة نسطورية، فإذا كانت عبارة طبيعة واحدة متجسدة هي كلمة السر لدى القديس كيرلس، فإن عبارة في طبيعتين تصف تقليد ديودور وثيودور كما قبله نسطور. فالحرم السادس أن المجمع أقر بالإيه؟ بالطبعتين، عكس القديس كيرلس تماما وعكس إيمان الكنيسة. كما استخدم هيبة هذه العبارة في رسالته إلى ماريس، ولقد تكلم نصور نفسه مرارا عن المسيح على أنه طبيعتان، فقد كتب نصور بيقول إذا قال أحدهم أن المسيح الذي هو أيضا عمانوئيل واحدا وليس فقط نتيجة اتصال ولكن أيضا في الطبيعة، وليعترف باتصال الطبيعتين ذلك الخاص باللوغوس والإنسانية التي اتخذها في ابن واحد باعتبارها لا تزال مستمرة دون اختلاط فليكن محروما. وإذا كان هناك من ينسب تعبيرات الأناجيل والرسائل الرسولية التي تشير إلى طبيعتي المسيح إلى واحدة فقط من هاتين الطبيعتين، بل ينسب الألم إلى الكلمة الإلهي سواء في الجسد أو في اللاهوت فليكن محروما. فإذا ليست القضية هنا بالطبع ما إذا كان مجمع خلقدونيا يقصد أن يكون ذو صبغة نسطورية أم لا، ولكن القضية إذا ما كانت المحصلة بالفعل اللي بين لنا دلوقتي أن المجمع كان ذو صبغة نسطورية مؤكدة. لقد أهملت مصطلحات القديس كيرلس في خلق دنيا ولم تستخدم عبارة طبيعة واحدة متجسدة للكلمة، كما أن المجمع لم يكتفي بقبول سؤودوريتوس خصم القديس كيرلس والداعم الدائم لنسطور منذ عام 431، بل طلب منه أيضا صياغة إقرار إيمان كما قبلت الرسالة المعادية لكيرلس التي كتبها هيب على أساس أنها أرثوذكسية، كما قبل توماس لاون رغم أنه بدأ في تناقض مع الحرمات الإثني عشر التي قبلت في أفسس منذ 20 عاما مضت. كل ده أسباب لاهوتية تخلينا نرفض مجمع إيه؟ خلق دنيا. فأنه منذ الفترة الأولى بعد خلق دنيا كان رفض منطقي لخلق دنيا على أساس حروم القديس ديسكورس. فكانت المشكلة دائما مسألة مبدأ ولاهوت وليست سياسة وشخصيات، وفي الواقع لا تزال هذه المشاكل مهمة، ولا يزال الصلح بين الكنائس الخلقدونية واللا خلقدونية تطلب معاملتها بجدية وبطريقة تسعى نحو السلام من جانب الخلقدونيين. وغالبا ما يتم تجاهل مثل هذه المشاكل على أنها غير مهمة، لكن الفهم الصحيح لتقليدنا يتطلب الإجابة عليها. هنرجع للبابا ديسكورس. قربنا يعني بقى شوية أقل من اللي فاتت يعني. هحاول أختزل شوية.
انتوا صحصحتوا ما رسالة السؤدوريتس. بس بتفور الدم شوية. شوفوا بقى، أنا هجيب فقرات من رسائل القديس ديوسكوروس اللي هو بيتهم إنه يعني ماشي بما هو منسوب لأوطاخي. هنجيب فقرات من بعض الرسائل، رسائل كتبها في المنفى ورسائل قبل المنفى كان بيبعتها لديمنوس قبل مجمع 449. الهدف منها التعرف عن من هو البابا ديوسكوروس، فكره ايه. في رسالة للقديس ديوسكوروس كتبها من المنفى لرهبان هناطون. انا الحقيقة مش عارف هناطون دي فين، اسماء البلاد بتتغير طبعا، لكن بيقول ايه، انني اعرفه وانا اتسامى بالايمان، اعترف به واحدا وهو بذاته رب ومخلص، ولان صار بعطفه انسانا فتمسكوا بايمان الاباء ولا تلتفتوا الى تعليم المنحرفين فإنها مفسدة للنفوس، ولا إلى الذين يقسمون الواحد إلى اثنين. هنا بيشير لأصحاب الإيه؟ الطبيعتين. إن مخلصنا واحد كما قلت، ولأن صار برحمته إنسانا. إن الآباء القديسين الأرثوذكسيين قد صفه المنحرفين بتعليمهم السليمة، وأعلنوا أن القول بطبيعتين عن الإله الكلمة المتجسد إنما هو ضلال، وحرموا الذين يتجسرون ويعتقدون بذلك. فهنا بيرفض قبول الايه؟ الطبعتين. في رسالة تاني برضو من المنفى العكس بقى، بيرفض ايضا اللي اتكلموا عن التجسد بصورة قريبة بما ينسب الى أوطاخي. يقول لا يقولن احد ان الجسد المقدس الذي أخذه ربنا من العذراء هو غريب عن جسدنا. فإن الذين يقولون أن المسيح لم يأخذ جسدنا إنما يكذبون بولس القائل ليس من الملائكة أخذ بل من نسل إبراهيم. فلم تكن مريم غريبة عنه على حد قول الكتاب. كان يجب أن يتشبه أو يشبه لإخواته في كل شيء، وقوله في كل شيء يعني بما أنه لم يأخذ بعض كياننا بل أخذه كله بكل ما فيه. وخلاصة القول أن كل كياننا أخذه ربنا بما فيه النفس، إنه الجسد المولود من العذراء بنفس ناطقة عاقلة بدون تأثير رجل أو بدون زرع بشر. شايفين إيمان القديس ديوسكوروس إزاي؟ طبعا في الرسالة الأولى زي ما قلنا بينتقد الطبعتين، والتانية بيرفض ما نسب إلى أوطاخي. في رسالة الحقيقة طويلة شوية لكن مش هقولها كلها، كان بعتها لديمنوس. في ناس تصف أو يحاولوا يوصفوا البابا ديوسكوروس بأنه شخص فظ عنيف
عشان مجمع أفسس 449 خد إجراءات ضد الهراطقة النساطرة معشوش وما شافوش طول أنات البابا ديوسكوروس على مدى سنوات مع البابا كيرلس ومحاولات عديدة في تواضع جم انهم يردوهم الى الصواب. فبعت رسالة لديمنوس أسقف الأنطاكية كتب له انه لا يدهشني كتاب الله حيث ينادي وان استطعتم فاتبعوا السلام مع جميع الناس. اني حقا لأتعجب يا محب الله كيف قررت ان اكون في سلام مع الذين يكرهون السلام، وقد تعلمت من المرتل الكريم، فرسخ في ضميري كل ذلك رسوخا دائما. فوأن كان الناس يتجنون علي، شوفوا بيقول ايه اللي كان بيعاني منه زي البابا كيرلس بالضبط، فوأن كان الناس يتجنون علي فإني أربأ بنفسي وأترفع أن أبادلهم هذا التجني، حتى وإن حاولوا ضربي ونفذوا ذلك بالفعل فذلك لا يغيظني. وأما أن أهدد بالإساءة فذلك ليس من شيمتي، إن تلك الأمور هينة ويمكن تحملها ولا تستحق الاهتمام. بابا ديسكورس ما دفعش عن نفسه خالص، إن كل همي هو أن أعلن أن المسيح هو الوحيد وابن الله البكر وبه وفي يده كل شيء، تأنس من أجلنا ولم يطرأ عليه ظل من التغيير مطلقا. إن الذين خمدت المعرفة في ضمائرهم فارتقوا المناصب العليا بإيمان عاسر يتشدقون بالكفر والضلال ويهبطون بسر أعمال الرب العميق الغور إلى حيث لا يليق. فأقف مصعوقا وأقول لا يمكنني التساهل معهم، فأنا لهم بالمرصاد مسترشدا بالحكيم القائل كل شيء جميل في وقته، للحرب وقت وللسلم وقت، للعمل وقت وللغيرة وقت، الغيرة للرب يعني. فما أقصر النهار وما أحقره، إن لا يكفيني للكتاب ولإعلان ما علم به رجال الله، إنهم ينادوننا إلى النهوض بقوة. هختزل حاجات، هيدخل على سؤدوريتوس أسقف كورش لأنه اشتكى له كتير، كان الشكاوى بتيجي كتير قوي ليه منه. بيقول له العجيب في الأمر أن يتزاحم جمهور المؤمنين بقربك يا ذا الكمال الروحي، فيقف المكرون لإلقاء التعليم المضللة في تلك المسامع. وعهدي بأسقف قورش الحكيم أن يلوز بالحكمة ولغرو، فأنه في جوارك قواه، إنه يمزق عمانوئيل بقوله إن إنسانا بسيطا تجسد، أو أن الذي تجسد إنما هو مجرد إنسان غير مدرك أن توما سجد له كإله حق، وأنه ينفس هذه التعليم ليس من شفتيه بل من أعماق قلبه. ويجي له الكلام لا تمزق إلى اثنين ربنا يسوع المسيح الواحد، ولأن صار جسدا من امرأة إلا أنه مع أخذه الجسد ذي النفس العاقرة استمر إلها. واسمع الفيلسوف بولس يسألك هل انقسم المسيح؟ فبماذا تجيب؟
ويرجع يقول ما أمجد عهد السلام، هم ينشئون كتابات مضللة زاعمين إنها تنقض ما كتبه ذلك المغبوط. أبونا الأسقف كيرلس الشهير كانوا بيكتبوا يهاجموا كتابات القديس كيرلس، وسقدوريتو ذا كتب ضد البدون ال 12 وكتب حاجات كتيرة فيها تلميحات وإساءة للقديس كيرلس، إلا أن كتاباتهم كانت فاشلة ولا تتفق آيات الله المقدسة. إن أبانا الجليل كتب بوضوح وعمق أعظم من أي كاتب آخر. شوفوا الاعتزاز بالآباء اللي هم جابوه كأنه هو من ضمن الاتهامات اللي يتموه بها في خلقدونيا أنه ضد القديس كيرلس. ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعني عكس الحكاية. وبيطلعوا مين اللي بيدافع عن القديس كيرلس في مجمع خلقدونيا؟ الكتب بوضوح وعمق أعظم من أي كاتب آخر، وهذا واضح أمام الدنيا. فلم يكن فارسا حكيما في الفصاحة في حزب، وإن كان قد أضفى على كتاباته حلة من البيان قشيبة، بل بالإضافة إلى ذلك فسر سر تجسد ابن الله تفسيرا صائبا بقوة الوحي الذي هبط عليه من علٍ فأغناه. كل شيء في كتاباته رائع وجليل، سواء كان كتابا أم برسالة أم تفسيرا أم خطابا أم فصولا أم حروما، أجل كان رائعا ومشرقا ومطابقا لآيات الله البينات. وحري أن يقال في ذلك أين الحكيم ليفهم وأين الفهيم ليعرف أن طريق الرب قويمة والصديقون يسلكونها، أما الأشرار فإنهم يخورون فيها. إن القلق يتضاعف ويصيب المسيحيين في الصميم، وهناك أناس يشعلون أواري ويدرمونه طبقا لأهوائهم. إنهم يخمدون قوة الأرثوذكسيين ويزجون بهم في بحران من العذاب، يجبرونهم على السكوت ثم الارتداد كي يريدون هكذا يريدون لهم. إنهم يرسلون الكلام الباطل والرب يصرخ بقائله اخرس اصمت. يقول إن ملكنا محب المسيح سودوسيوس وهو ينبوع التقوى المتدفق قد قرر إصدار أوامره التي ستنعش الدنيا وتملأها باجة وسعاد. ده البابا ديسكورس بيقول لديمنوس. وقد قال كلمته الواضحة في مؤلفات فورفوريوس ونسطور والذين يشيعونها بالعقيدة والتفكير ويضدون ما قرره المجمعان العظيمان الوحيدان مجمع نيقيا ومجمع أفسس. وأصدر أيضا حكما عادلا في إيروناوس المجدف ذي الزوجتين. الملك ده كله كان خد الإجراءات دي بناء على مساعي مين؟ أوتاخي. عشان كده كان لابد من التخلص منه. في الآخر بيقول له إيه؟ أطلب إليك أن تراعي المحبة والصداقة المتبادلة بيننا بالمسيح، وسينقل إليك هذه الرسالة حبيبنا أشعيا وقورة القسيسان، وستبتهج عندما سيقابلانك وتبادر إلى تلبية هذه الرغبة، ولا شك أنك ستذكرنا وتصلي من أجلنا. ده البابا ديوسكوروس. في رسالة تاني لديمنوس اكتفي ببعض فقرات منها. بيقول ايه؟ بيقول ان الكنيسة
تنظر إليك أيها الورع، فعد لجاما وخطاما وإلجم أفواه الذين لا يعرفون الله. إنهم يدعون أن النسور الضال عزل ظلما دون أن يحيد عن الطريق السوي. ليه بيقولوا كده؟ لأنهم نفس الطريق ودون أن يتجنى على المسيح. يقول فلا أعلم كيف تفشت الشكوك في الكنائس. دي فكرة عن البابا ديوسكوروس، شخصيته وجهاده وأسلوب تناوله العفو وطولة البال ومحاولة الإصلاح، وحتى بعد نفي كتابات الحروم بطريقة موضوعية محددة. لماذا نرفض خلق دنيا؟ البابا ديوسكوروس ذهب هو وزملائه اللي معاه لجزيرة غنغرة، زي ما قلنا كان فيها وثنيين، وكان المسيحيين اللي فيها نصاطرة، فعانى طبعا من النصاطرة هناك، تحمل كل هذا في سكون، وقابل سخرية النصطريين بصبر ووقار، وكان عملي إيجابي، دأب على تعليم الوثنيين، وبصلواتي كانت تحدث المعجزات. قضى هناك من 451 تنيح في سنة 454، يعني كم سنة؟ أقل من 4 سنين، حوالي 3 سنين، معلش لو في بعض المؤرخين يكتبوا أكتر. وأخيرا انتقل إلى فرح سيده، محققا في حياتي قول السيد له المجد: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وكان عندما وصل خبر موت نياحة ديوسكوروس إلى الإسكندرية، زكريا الفصيح بيقول يعني كان هناك اضطرابا عظيما وحزنا، لأن الحب الذي كانوا يكنونه له كان شديدا متقدا، فأنهم أعلنوا عنه وضعوا اسمه في الدبتيخة بعد نياحته. كان سيوبستوس شماسا وسكرتير للبابا ديوسكوروس أحب وأعجب به وتبعوا أينما ذهب. حينما أصدر مجمع خلق دنيا حكمه الجائر بنفي هذا البابا المصري الجريء، ذهب معه إلى المنفى، وفي المنفى شغل سيوبستوس نفسه بكتابة سيرة معلمه الكبير الذي لزمه إلى أن استراح من ظلم هذا العالم وانتقل إلى عالم العدل والبر. ولكن لم يستطع سيوبستوس بعد انتقال باباه أن يعود إلى بلاده المحبوبة مصر، لأن الإمبراطور مرقيانوس كان قد أقسم بأنه إن تجرأ سكرتير البابا ديوسكوروس على الرجوع إلى وادي النيل فهو لابد مقتول. أنا قلت لكم في مآسي كتيرة حصلت مش هذكرها، مش ناقصين نكد، لكن احنا ما يهمنا دلوقتي الإيه؟ الإيمان. فغادر سيوبستوس جزيرة غنغرة وقصد إلى المدن الخمس لقربها من مصر،
ولوجود مصريين فيها، وهناك استكمل سيرة باباه الجليل وبعث بها إلى وطنه العزيز على يد صديق صدوق، كي يجد المصريون في هذه السيرة الرائعة من القوة ما يمكنهم من مواصلة الجهاد ليكونوا خالقين بهذا البابا المصري العظيم الذي رضي بالإهانة والنفي زودا عن الإيمان الأرثوذكسي الذي تسلمه من سلفائه الأماجد. ولأن الله الذي لا ينسى تعب المحبة لا يدع أحباؤه بين أيدي ظالميهم دون إنصافهم، لأنه لا يوضع سراج ويوضع تحت مكيال، بل يوضع على المنارة حتى وإن كان بعد نياحتهم. فقد أقام الله للبابا ديسقورس الشهود عدل في مختلف العصور. قال عنه القديس العظيم ساويرس الأنطاكي أنه شهيد المسيح الذي وحده لم يكسل البعل في المجمع الباطل، هو وحده لمن حناش للبعل. زكريا الفصيح قال عنه بأن إيمانه كان مثل إيمان أثناسيوس وكيرلس وسائر الملافنة، وإذ روض نفسه هذا الرجل الرسول منذ نعومة أظافره على الإيمان القويم الأرثوذكسي أبى السجود للصنم ذي الوجهين الذي صاغه لون والمجمع الخلقدوني. البابا بطرس الثالث سماه شهيد المسيح الصادق، تلميذه سيوبسوس قال شهيد الحق، مما ذكره أيضا زكريا الفصيح حينما طرقه يوبيناليوس، قال طرق ديسقورس البطل بمفرده وحيدا إلى الجانب المضاد، بقى قصاده كمان. هذا البطل الجسور وقف وحده في مجمع خلق دنيا في مواجهة جميع الهراطقة قائلا إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. ولما صدر الحكم عليه وخير بأن يوقع وينجو من الحكم فصاح ولو قطعت يدي وسال دمها على القرطاس ما وقعت. جم في الآخر قالوا خلاص بقى وقع وكل حاجة تتلغي، قالوا ولو قطعت يدي وسال دم منها على القرطاس ما وقعت. في أحد المطرنا لإخواتنا السريان الأرثوذكس كتب كتاب عنه حلو أصدرته أسقفية البحث العلمي في حياة المتنيح الأنبا غريغوريوس، علق عنه تعليقات جميلة. قال إن طابع إيمان القديس ديسقورس هو نفس طابع إيمان المجامع الثلاثة المسكونية، بل طابع إيمان القديس كيرلس معلمه وسلفه العظيم، وقد سمعناه في زحمة المجمع الخلقدوني يصرح بما يأتي، يقول لدي شهادات من الآباء القديسين أثناسيوس وغريغوريوس وكيرلس، وفي مواطن كثيرة كان لا يجب أن يقال طبيعتين بعد التجسد والاتحاد، بل طبيعة واحدة للإله المتجسد، وإني سأخرج مع الآباء القديسين فيما إذا نفي هذا الإيمان، وإني راسخ على إيمان الآباء ولن أحيد عنه قيد شعرة، وليس شهادتهم لدي شيئا عابرا بل هي مسجلة في كتاب. البابا ديسقورس لما اتهم في خلق دنيا انه بيحابي أوطاخي قال انا لا احابي احد، اذا انكر أوطاخي ذلك الايمان يكون قد انحرف عن مبدا الكنيسه العام، ولن احكم عليه بالعزل فحسب،
بل أقول أنه مستوجب الإحراق. أؤكد رسوخي على الإيمان الأرثوذكسي الذي تتمسك به الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية، فلا أطاخي ولا غيره يمكنه أن يزحزحني عن الإيمان الذي تلقيته عن آبائي. ومع هذا كله لم يستطع مجمع خلقدونيا نفسه الطعن في إيمان القديس ديسقورس هذا. وقد صرح أناطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينية بأنه لم يعزل ديسقورس بسبب الإيمان، بل لأنه دعي 3 مرات إلى المجمع ولم يحضر. ويعلق المطران السرياني بيقول إن ديسقورس نشأ قديساً وعاش مجاهداً ونفي بريئاً ومات شهيد الإيمان. ويقول وبناءً على هذه نضع أمامنا أو تبرز أمامنا الحقائق التالية. كان ديسقورس من أولئك القلائل الذين أنجبتهم البشرية في تاريخها الطويل. كان جهاده هادئا حكيما طارا وعنيفا صارما أطوارا أخرى. وإن كان فردا بمفرده إلا أن جهاده كان جهاد أجيال لبناء مستقبل أجيال أخرى. كان موقفه البطولي نقطة انطلاق لأجيال مجاهدة في الشرق كله ضد الظلم والطغيان، وإرساء دعائم الجهاد البطولي للإيمان الأرثوذكسي في الأجيال التالية. إن مبدأ قويما أيد أمثال هذا الجهبذ الخطير لن يموت، لأنه إنما كتب بالدم. أليتنا اليوم نوقظ فينا روح زياك الجهاد لنصيب أسمى الأهداف من حياتنا الروحية والفكرية في جميع المجالات. والحق ليس دائما للأقوياء، بل الذين فهموا الحق فدافعوا عنه وماتوا في سبيله. ده مين اللي قال كده؟ المطران غرغوريوس بولس بهنام. الحقيقة نيافة المتنيح الأنبا غرغوريوس قدم كتابين عن البابا ديسقورس. كتاب اللي هو ماري غرغوريوس بولس بهنام اللي كتب وصية إن الكتاب ده تنشره أسقفية البحث العلمي واستجاب لوصيته نيافة الأنبا غرغوريوس ونشره. وفي كتاب تاني كان قد كتبه أحد رهبان دير السريان العامر في الثلاثينات ونشرته مكتبة المحبة. الحقيقة نيافة الأنبا غرغوريوس كتب فيه مقدمة قيمة جدا تحدث فيها كثيرا عن البابا ديسقورس وإيمانه، ومما جاء فيها يقول المتنيح الأنبا غرغوريوس، يقول البابا ديسقورس الذي ظلمه مؤرخ الغرب متأثرين بنزعة الغربيين العدائية لتاريخ هذا البطل القديس الذي يواجه حملة قاسية من أشرس الحملات التي واجهها بطل من أبطال الإيمان في زمانه وبعد زمانه، لأن كل الإدعاءات والأكاذيب والاتهامات اللي اتهم بها باطلاً فضلوا يتوارثوها. وللأسف ممكن بعض من أبناء كنيستنا يقراها كما راجع ويتأثر بها. يقول إن الظلم الذي لقاه معلمنا ديسقورس لا يقل إن لم يزد عن الظلم الذي لقيه البابا أثناسيوس الرسول حامي الإيمان والقديس كيرلس الأول عمود الدين والإيمان. يقول إذن فكل من أثناسيوس وكيرلس قد رد اعتباره على الرغم من معاناته كل أيام حياته، ولقد تكلل نضاله بالنصر والنجاح، ولم يعد أحد يشك
في أن كل من أثناسيوس وكيرلس معلم الإيمان للكنيسة كلها الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أما البابا ديسقورس والذي نلقبه نحن بأنه معلمنا، فقد خصته كنيستنا الأرثوذكسية بهذا اللقب معلمنا ديسقورس، تقديرا لأرثوذكسيته في التعليم وإعلانا لإيماننا بقداسته وسلامة إيمانه، وإننا نتبعه في كل ما علم به تبعية التلميذ لأستاذه ومعلمه. يقول هذا القديس تعرض من الغربيين والخلق دنيين عموما للإهانات والشتائم والاتهامات، وبسوء قصد منهم شوهوا موقفه وبالغوا في الإساءة إليه واتهامه بالهرطقة. هذا الرجل البطل ما زال تاريخه يحوطه الغموض والظلم والأحكام المبتصرة عليه من الغربيين وممن لا يزالون يحترمون قرارات مجمع خلق دنيا. إن قديسنا العظيم ديسقورس ظلموه كثيرا، وما زال الظلم واقعا عليه وعلى تاريخه المجيد، وقد شوهوا تاريخه ومواقفه وأقواله أثناء مجمع خلق دنيا وبعد مجمع خلق دنيا، وهو المجمع الذي أساء إلى الكنيسة وكان سببا في انقسامها إلى شرقية وغربية منذ عام 451 لميلاد المسيح، وصار سر بلاء معانته شعوب الشرق عموما ومصر خصوصا من اضطهاد حكام بيزنطة ومحاولة الضغط عليهم ليقبلوا صيغة للإيمان لا يرتضونها ويعتبرونها هادمة لإيمانهم الأرثوذكسي في طبيعة المسيح الواحدة. ويستأنف يقول وأخيرا وبعد ذلك وعلى مدى 15 قرنا التي تلت مجمع خلق دنيا، وبعد أن شبع الغربيون مما كتبوا عن كنيسة الإسكندرية من اتهام بالأوطاخية وصب اللعنات على البابا القديس ديسقورس العظيم، بدأ بعض كبار اللاهوتيين يتنبهون إلى حقيقة موقف البابا ديسقورس وسلامة تعليمه، وأدركوا كيف شوه المغرضون موقفه ونسبوا إليه ظلما ما لم يقل به، وتبينوا قداسة سيرته ودقة تعبيراته اللاهوتية والتزامه بتعليم أبويه السابقين أثناسيوس وكيرلس عمود الدين ودفاع المجيد كحارس للإيمان أمين. وقد كان يصرخ في وسط المجمع بأعلى صوته ويقول إني أحافظ ولا أجدد، إني أحمي ولا أزيد ولا أنقص على ما قال به أبي كيرلس ومن قبله أبي أثناسيوس. وجعل هؤلاء الباحثون يدركون مدى ما وقع عليه الرجل القديس من ظلم، فشرعوا ينصفونه وينصفون كنيسة الإسكندرية ويلقون على المشكلة أضواء جديدة تدل على تفهم لموقف الكنيسة الأرثوذكسية أكثر من أي وقت آخر مضى. وأخذ عدد منهم يكتبون في إنصاف البابا ديسقورس ويقولون إن تعليمه لا غبار عليه، وتحت تأثير هذا الاتجاه الجديد في النظر إلى مجمع خلق دنيا والبابا ديسقورس ظهرت مؤلفات من علماء غربيين فيها نقد لمجمع خلق دنيا وفيها أيضا عطف وتقدير لموقف البابا ديسقورس، وازدازت هذه النغمة وضوحا خصوصا في هذا القرن،
ومع امتداد الحركة المسكونية والرغبة في الوحدة الإيمانية والعمل على الجمع بدلاً من التفرق والتمزق. يقول أدولف هرناك في كتابه تاريخ العقيدة، ده أجنبي بقى، إن الفضيحة التي لحقت بهذا المجمع، مجمع خلق دنيا، هي في هذه الحقائق: أن الأغلبية العظمى من الأساقفة الذين كانوا يرون رأي كورولوس وديوسكوروس قد أقروا أخيرا صيغة فرضت عليهم من غرباء. فردهر الإمبراطور والبابا لاون وهي لا توافق اعتقادهم، إن آراء الأغلبية الكبرى من الآباء الذين اجتمعوا في خلق دنيا لم تكن توافق آراء لاون ولا آراء فلافيان، إنهم لم يكونوا يريدون سوى تثبيت قواعد الإيمان التي تقررت في نيقيا وأفسس كما فهمها كيرلس. ثم يقول هرناك إن السر الحقيقي كان في اتحاد الطبيعتين ذاتيهما اتحادا جوهريا. كان هذا السر قد انضر ضررا بليغا، فقد أزيل من مكانه هنا في مجمع خلق دنيا، وحل محل تصور للاتحاد يتضمن في نفس الوقت حالة من الانفصال. ويقول آخر واحد اسمه دايكوس أو دايكس، يقول إن هذا المذهب، مذهب الطبيعتين يعني، لا يرضي العقل ولا القلب، إن هذا مجرد تخطيط إجمالي لمذهب لا يمكننا أن نتبين فيه يسوع الذي حدثتنا عنه الأناجيل أو المسيح الذي تعبده الكنيسة. ويقول شفايتسر بينقد هنا مذهب الطبعتين الذي دعا إليه مجمع خلق دنيا عندما انتصر الغرب على الشرق في خلق دنيا، فصمم في مذهبه في الطبعتين وحدة الأقنوم، ومن ثم قطع آخر أمل في العودة إلى يسوع التاريخي. يقول لقد صار التناقض مع النفس شريعة، إلى أن يقول إن يسوع التاريخي شيء آخر مختلف عن يسوع المسيح الذي يعلم به مذهب الطبيعتين، وهو أمر يبدو لنا الآن شيئا بينا لذاته. إذا كان يسوع التاريخي قد بعث إلى الحياة، فما زال مثل العازر في الماضي مربوط اليدين والرجلين بأقمطة هي أقمطة مذهب الطبيعتين. واحد اسمه ماكنتوش في كتابه الموسوم تعليم أقنوم يسوع المسيح يقول: أولا، إن تعليم الطبيعتين في صورته التقليدية يجلب إلى حياة المسيح الثنائية على طول الخط لا يمكن تصديقها، فبدلا من الوحدة التامة التي تركت أثرها في كل انطباع من انطباعاته انقسم الكل في حدة وتميز. وبالإجمال، إن تعليم الطبيعتين إذا تناولناه في جدية يعطينا تجريدين بدلا من حقيقة واحدة، نصفين عاجزين بدلا من كل واحد حي. إنه يتضمن إنه لكي نصل إلى اللاهوت يجب أن نجتاز إلى ما وراء الناسوت والعكس بالعكس، فالإثنان غير متجانسين على الإطلاق بل ومفترقان، حتى أنه لا يمكننا أن نتصور اتحادا حقيقيا بينهما. هكذا قال البعض عن البابا ديوسكوروس وإيمانه، ونكتفي بهذا القدر هذا المؤمر. نفتح مجال للأسئلة.